فالخطوة رقم واحد، قم بإضافة عمود الرول أو الوظيفة أو الدور في اليوزر ستيبل. فهذه هي البي اتش بي ماي ادمن، هذه هي قاعدة بياناتي. ها هي، لدي هنا يوزرز ولدي هنا articles. سأذهب لليوزرز، هنا أريد أن يظهر لي عمود الوظيفة، فبالتالي أنا سأقوم بالذهاب لنقطة structure في PHP MyAdmin، وأريد أن أقوم بإنسيرت add one هنا. insert يعني column، عمود بعد الباسورد. لا أريده بعد الباسورد، أريد أن يظهر هنا بعد last name أو ربما بعد الإيميل. بعد last name و go. ما اسم هذا العمود؟ role. ما قيمته؟ سأختار شيء أو ما نوعه، يعني سأختار شيء جديد لم نستخدمه، جديد علينا لم نستخدمه قبلا أو لم نستخدمه مسبقا، أو ما الكلمة الصحيحة هنا. اسمه إينام، فأين هو إينام؟ لماذا لا يظهر لي إينام؟ لماذا؟ أين هو؟ أو أنا لا أرى هذا بالديت. لا أريد ديت، هذا بالسترينج. ها هي، إذن إينام enumeration يعني، ويعني سرد. وهنا سنضيف القيم، فالقيم التي نريدها هنا هي القيمة الأولى هي المؤلف. سأكتب هنا single string، سأكتب بداخلها المؤلف، وثم سأكتب فاصلة، وأيضا كله سأكتبه capital letter. عادة قيم الإنام يعني نكتبها كلها capital letter لتمييزها. ف super admin، لدينا super admin ولدينا مؤلف. الديفولت سنحددها أنها author، يعني مجرد أن نضيف مستخدم جديد سيكون هو مؤلف، أكيد لن يكون super admin. هل يوجد أشياء أخرى؟ لا. save لنرى، هذا هو الأمر الذي استخدمه. يمكنك بهذه الطريقة أن تتعلم أوامر SQL لتكتبها بنفسك من خلال هذا الشيء. فلاحظ الأمر alter table يعني تعديل الجدول الذي هو كذا اسمه، يعني add role تم إضافة كولوم اسمه رول، هذه هي التايب الخاص به الذي هو إينام، ويأخذ هذه الفاليوز not null والديفولت الخاصة به author وafter يعني أضفه بعد هذا العمود. إذن الآن لاحظوا ها هو موجود لدينا. طبعا إذا عدنا إلى هنا سنجد أن لاحظوا تم إضافة للأسماء السابقة author. طبعا هذا سأحذفه لأنني أضفته قبل قليل لكن لم أشرح عنه، فإذن سنحذفه. فنحن بالأصل لدينا مستخدمين نورس وعلي، فإذن ها هي القضية، فإذن تمت الإضافة بنجاح. فالآن لننتقل لخطوة رقم 2، فقط المستخدمين يمكنهم edit و delete their articles. فلهذا الموضوع طبعا لأغلق لهذا الموضوع يمكن أن فعليا نحتاج أن نعدل API articles، فإذن vim articles API articles. ولنراجع قليلا يعني بخصوص ال post request، نحن لا نريد أن نحدد فقط المؤلف هو الذي يقوم ب post request، لأن نحن حددنا أن ال post request يقوم فيها فقط شخص مسجل الدخول، والمسجل الدخول بشكل افتراضي سيكون مؤلف، فبالتالي هذا لن يتم تعديلها بالمنطق، يعني لن يتم تعديلها. بالنسبة للديليت، فعليا الديليت نحن هنا قلنا باللغة العربية يعني إذا كان الشخص مسجل الدخول وحذف مقالة فحذف المقالة، لكن لم نسأل أكثر من ذلك، لم نسأل مثلا إذا كان الشخص هو صاحب المقالة. فإذن هذا الشيء الذي يجب أن ننجزه اليوم، ولإنجاز مثل هذا الموضوع اليوم ففعليا سأقوم بإنشاء function جديد. هذا الفانكشن سأسميه isOwner، isUserOwner أو isOwner، وهذا الفانكشن سيأخذ هنا سيأخذ ال article ID التي يقوم الشخص بمحاولة حذفها أو تعديلها. فأين سيكون هذا الموضوع؟ سيكون بملف utils utility isAuthorized. هنا لاحظوا لدينا function اسمه is user authorized. authorized بمعنى هل هو يعني كان من الأفضل تسمية هذا function is logged in. كما أقول دائما أن التطوير عملية مستمرة وتدريجية، يعني بالرغم أن عندما أنشأنا هذا function ببدايته وكان هذا الاسم مناسب جدا، الآن أصبح لدينا أشياء أخرى، فأصبح لدينا فهم أوسع
وأعلى، وبالتالي يعني الآن نفكر أن أفضل اسم لهذا الفانكشن هو is logged in، لكن لن أغيره، لكن فقط أريد أن أقول لك أن هذا الفانكشن is logged in تسمية له أفضل من is authorized، لأن بالنهاية is authorized يفترض أن نسمي شيء مثلا هل هو authorized لديليت article؟ يجب أن يكون logged in، يعني مسجل الدخول يجب أن يكون له، هو الذي أنشأ المقالة. لكن لا مشكلة، الآن سننشئ function آخر. طبعا أنا أتكلم كثيرا أنا أعرف، لكن هذا الشيء اللي أعطيك فكرة عن الموضوع، أن صحيح أن هنا مثلا هذا الفانكشن الآن أنشأته أنا واسمه is authorized، وبعد قليل فهمت أنه يجب أن يكون is logged in. هذه الأمور تحدث فعليا في التطوير أصلا، حتى لو كانت التطبيقات كبيرة أو البرامج كبيرة جدا يحدث مثل هذا الموضوع، وطريقة حل مثل هذه المواضيع ليست فقط متعلقة بالتسمية، ربما الشيء هنا في هذا الفانكشن يقومون بتغييره، فماذا يفعلون؟ يقومون بإنشاء فانكشن آخر مشابه له، و تدريجيا يتم إلغاء العمل بالاقتران القديم ويبدأ العمل بالاقتران الجديد. هذه طريقة لمثل هذه المواضيع، فهذه الأخطاء واردة وليست أخطاء فعليا، هي فقط طريقة التطوير هو هكذا. فاسم الفانكشن is owner، هذا الفانكشن فعليا أريده أن يأخذ الـ article ID، لأن نريد أن نقول هل هو مالك لهذه الـ article أو is author، ربما أيضا تسميها is author، سأتركها is owner. سأجلب الـ connection للـ database. لماذا؟ لاحظ أن إذا ذهبنا إلى هنا بالـ articles، فأنا أريد أن أسأل أن هل هذه الـ article مثلا الـ ID لها واحد؟ هل المؤلف الذي ID له واحد هو الذي سجل الدخول فعليا، هو الموجود فعليا، هو الذي يحاول أن يقوم بتعديل هذه المقالة أو حذفها، أم هو مثلا شخص آخر؟ فبالتالي أنا أحتاج أن أجلب هذا القيد كله حتى أستطيع التحكم بهذا اللوجيك. فبداية، فإذا هنا سأكتب check if this user أو the logged and user is the author. جيد، فإذا هذه هي النقطة، لكن قبل ذلك أريد أن أتأكد إذا كان الشخص أصلا مسجل الدخول. إذا check if user is logged in، بدلا أن أقوم بإنشاء إنشاء هذا الموضوع يعني مجددا، أنا لدي function اسمه is user authorized يمكن أن أستخدمه، فسأكتب هنا is logged in is user authorized فقط. جيد، وهنا بالنهاية سأنهي هذا الفانكشن مباشرة إذا لم يكن authorized، لا داعي أن يعني أن أقوم بحساب أشياء إذا كان هو فعليا authorized، إذا لم يكن، فإذا إذا هنا لم يكن logged in، ففعليا أنا بكل بساطة من function is owner سأعيد أيضا authorized، سأعيدها false. ويمكن أن أضيف مسج لتوضيح هذا الموضوع، يمكن أن أعيد نفس المسج التي جاءت من is logged in. الآن سأذكركم بهذا الموضوع لأنكم أكيد نسيتم أو تسألون ما هذه المسج. بالأعلى أعزائي، هنا عندما قمنا بحساب is logged in كلما is authorized، فكلما قمنا باسترداد نتيجة معينة أعدنا authorized ومسج، فإذا هذه هي المسج أو هذه المسج أو هذه المسج، وهذه المسج أيضا جاءت من الأعلى عندما قمنا ب verify token. كيف نعرف أنه logged in؟ قمنا بديكود للتوكن إذا كنتم تتذكرون، ثم أعدنا النتيجة. واضح؟ فإذا لنعد لقصتنا، هنالك خطأ، لنرى ما هو الخطأ. لا مشكلة، الخطأ أنني نسيت سيمي كولون. فإذا هذا إذا لم يكن مسجل الدخول، فمباشرة ننهي القصة وننهي الموضوع ونرسل authorized false. من ال logged in أيضا نحصل على اليوزر، فبالتالي هنا سأكتب user من ال logged in، فإذا is user logged اسمه is logged in، إذا is logged in data. لماذا مجددا؟ بالأعلى هنا عندما قلنا is user authorized، إذا كان true فأرسلنا data، والديتا هي اليوزر، فهنا حصلنا على اليوزر. يمكن أيضا أن نحصل على اليوزر ID من اليوزر أوبجكت أو يوزر أري، وأيضا هنا
يمكن أن نحصل على الرول الخاص به، جيد، وفقط. فإذا هنا سنقول إذا كان اليوزر if user أو if logged in user is super admin، فما الشيء الذي سنفعله في هذه الحالة؟ سنقول له أوكي يمكنك أن تعدل، you can edit، سنعطيه كل الصلاحية للسوبر أدمن. وبالتالي هنا سنكتب بسؤال مبسط جدا if user underscore role يساوي سوبر أدمن، فهنا سنعيد مباشرة نفس القصة authorized true، وسنعيد message. هذا المسج لنا فعليا وأيضا لجعل اتصاق بالـ API الخاص بنا، لأن دائما نحن نعيد مسج، دائما نوضح ما الشيء الذي سيحدث. فإذا سنكتب super user has the right to manage all the articles، له الحق أن يقوم بإدارة كل الـ articles، وأيضا يمكن أن نعطيه إضافة نقول له هذا هو الـ user إذا احتاج له، و semicolon. هل كتبت سوبر أدمن صحيحة؟ لا نريد أن نقع بمشاكل هنا، سوبر أدمن نعم. فإذا هذا في حالة أن هذا السوبر أدمن، هذا اليوزر كان سوبر أدمن، لكن ماذا في حالة أنه لم يكن سوبر أدمن؟ فسنستمر مع موضوع قاعدة البيانات. معلومة هامشية، أن لاحظوا الترتيب الذي أنا أكتب به، ربما تسأل لماذا مثلا لماذا لم تقومي بهذه النقطة في الأعلى مثلا و is admin في الأدنى. هذا يعني يمكن أن تعتبره تفضيلي ويمكن أن تعتبره أيضا له فائدة، والسبب أن مثلا يمكن شخص مثلا أن نسأل is authorized لا يكون مسجل الدخول، فلماذا أسأل عن الأمور الأخرى وهو ليس مسجل الدخول؟ ففورا أقطع الموضوع ولا أذهب أبعد من ذلك. طيب إذا كان هذا اليوزر سوبر أدمن ففورا أيضا أعطيه الصلاحية، لماذا أذهب وأطلب من قاعدة البيانات وأزيد عدد طلبات قاعدة البيانات؟ فلو كتبت الآن سأقوم بطلب لقاعدة البيانات، لكن لو طلبت قاعدة البيانات في الأعلى فأنا مع كل الطلب كل ما يتم عرض كل ما يتم طلب is owner سيتم طلب قاعدة البيانات دائما، كل مرة سيتم إذا كان super admin، إذا لم يكن logged in سيتم طلب قاعدة البيانات. لماذا؟ هذا ليس شيء جميل بالنسبة للأداء أو performance. فالحل لهذا الموضوع أنك تحاول دائما أن طلبات قاعدة البيانات إذا كنت لست بحاجة لها فعليا أن تجعلها في النهاية حتى تخفف ضغط عن قاعدة البيانات. طبعا هذا شيء عادي بالنسبة يعني للمشاريع التدريبية أو شيء يعني تطبيق صغير، لكن من الأفضل يعني أن تعلم نفسك أن تكتب بشكل جميل، تعلم نفسك أن يكون تطبيقك فعليا لا يسبب مشاكل بخصوص الأداء على المدى البعيد. فالآن نريد أن نتأكد هل هو هذا الشخص مسجل الدخول؟ هل هذا هو الشخص مالك هذه المقالة؟ فسأكتب SQL query وسأكتب للأسف select all from next articles، هكذا اسمها. أنا سأطلب جدول الـ articles لأنني أريد أن أعرف إذا هذا الشخص الـ author ID يساوي كذا، ID يساوي إذا كان الـ ID يساوي الـ article ID المزود من الفانكشن و and ال author ID يساوي ال author ID الموجود في الأعلى، user ماذا اسمه؟ اسمه user ID بهذا الشكل. إذن هل فهمنا هذا الأمر ماذا يعني؟ نحن نطلب من قاعة البيانات من جدول articles ال ID ال article الذي جاءنا من طلب الفانكشن، ها هو، واليوزر اي دي الذي جلبناه من اللوجن، جيد ممتاز. الان ريزلت هذا الكويري سنقوم بطلب الكونكشن الذي لدينا وسنقوم بكويري لهذا الاس كيو ال كويري الذي كتبناه. اذا كان هنالك ريزلت او النمبرز يعني اعاد لي حقول عددها اكبر من 0 يعني مثلا 1، فهذا يعني ان الارتكل جاءتني، جيد، وأن هنالك نتيجة وفعلا هو هذا الشخص هو مالك هذه المقالة، جيد. فإذا هنا بالريتيرن يمكن أن أعيد الآن authorized، هل كتبتها صحيح؟ authorized true، وأضيف message، والمسج تكون the user أو the logged in user has the right to manage this article أو يعني إدارة هذه الارتكل، واضح. و الداتا هنا
التي سأرسلها مع هذا. لاحظوا هي ليست الارتكل، الداتا هي اليوزر، ولا انسى السيميكولون. وانتهينا. فإذا هذا هو الفانكشن الذي فعليا نتعامل معه. طيب اذا لم يكن هنالك جواب لهذا الموضوع، وفعليا الارتكل هذا يعني هذا الطلب فشل، لا يوجد لدي ارتكل لهذا الاي دي ولها هذا المؤلف، فبالتالي الاوثورايز اكتب فولس، لا يوجد داتا، اكيد لا يوجد داتا لكن يوجد مسج، وسأكتب المسج ستكون the logged in user has no right to manage this article. ليس له أحقية أن يقوم بإدارة هذه الشيء. لاحظوا المعلومة الأولى، أن هذا تحدثنا عنها في وقت سابق، أن عندما نستخدم function هنا ونريد استخدام global variable فيجب أن نكتب global حتى نجلبه. والموضوع الثاني، كلما يعني يكون لدينا نواجه، كلما نواجه نقطة معينة نعيد منها فورا return response معين. فهنا قمنا إذا لم يكن مسجل الدخول أعدنا أنه غير مسجل الدخول، إذا كان سوبر أدمن أعدنا أنه سوبر أدمن، إذا قمنا بجلب المقالة من قاعدة البيانات أعدنا رسالة، إذا لم يجلبها أعدنا رسالة، كل شيء له إعادة. والآن يجب أن نقوم بتطبيق هذا الفانكشن. تطبيقه يكون بالارتكلز ببوت بداية. لاحظوا هنا بموضوع البوت هنا، أن قمنا ب أريد فعليا أن أستبدل بدلا من is user authorized هنا، يمكن أن أستخدم owner. لكن ما المشكلة؟ المشكلة أنني أحتاج هنا الارتكل اي دي، والارتكل اي دي موجود هنا في الأدنى، فيمكن أن أرفع هذا، أرفعه للأعلى بهذا الشكل وأضعه هنا بهذا الشكل. هل سيسبب مشكلة؟ فالشيء الذي سيحدث أن لن يحدث شيء فعليا، فقط رفعت الـ if statement للأعلى حتى تسأل إذا كان تجلب الـ ID من الـ تجلب الـ ID الـ article ID. وهنا سنسأل is authorized، authorized ستجلب الـ من is owner، لأن فعليا إذا لم نحن طبقنا الـ logged in is logged in بداخل الـ owner. فإذا أنت منتبه فأنت تعرف أن is owner تقريبا نفسها الخاصية السابقة، الفرق أن الآن نعرف إذا كان owner أو لا، والـ article ID وهكذا، وفقط وأعتقد فقط. هل يوجد خطأ هنا is authorized؟ جيد، أنا وجدت في وقت سابق قرأت خطأ هنا، أريد تصحيحه إذا كان موجود، دعوني أبحث عنه. أعتقد هنا بالديتا، لكن هل هذه ديليت؟ هذه بوست، لا بالبوست أيضا كان هنالك خطأ، لأن نحن هنا استخدمنا authorized. عفوا أريد أن أنبهكم، نحن الآن بالبوست، أنا بهذه الميثود، وأنا قمت بخطأ فيها، أنا كتبنا authorized is user authorized بالبوست، لكن هنا استخدمنا is، هي ليست is، هي فقط authorized. إذن هذا هو خطأ هنا. طيب بالنسبة للبوت request ها هو، فإذن هذا فقط، لا يوجد أي شيء، فقط سألنا is owner، مباشرة سيتم تطبيق هذا الفانكشن ويتم حل المشكلة. سأقوم أيضا بتطبيقه على delete ونجرب. إذا هنا بدلا من هذا سنضيف هذا is owner، لكن أيضا نفس الفكرة، أريد أن أجلب هذه الـ if statement حتى أحصل على الـ article ID هنا في الأعلى. ولاحظوا إذا كان الـ ID أيضا غير موجود هنا، فيمكن مباشرة سيقول أن هنا الـ ID not valid. فإذا أعتقد كل شيء صحيح. الآن حان وقت التجريب، نجرب هنا. فبداية سأقوم بإنشاء new HTTP request. هذا الـ HTTP request سأكتب فيه سأسميه login as علي أو as نورس مثلا، وهنا سأقوم بإنشاء request آخر سأسميه هنا add articles by نورس مثلا، وهنا سأقوم بإنشاء request آخر سأسميه rename login as علي، و request آخر سيكون سنسميه edit notice article by علي، يعني علي سيحاول أن يقوم ب
edit للارتكل الخاصة بنورس، وهنا سنقوم بريكوست آخر سنسميه delete Alice مثلا article by نورس، يعني نورس ستحاول أن تحذف مقالة علي، وهذا الشيء الذي نحن فعليا نحاول أن نمنعه، لذلك نحن كتبنا كل هذا الكود. فبداية أريد أن أجلب الرابط، وبالتالي هنا بالنسبة للوجن أز نورس هنا سنجلبه، لكن النقطة هذا ستكون لوجن، وسيكون لدينا بوست ريكويست، سيكون لدينا جيسون هنا، هو لنرى إذا إيميل نورس. طبعا هو المشكلة لا أعرف هل يمكن التكبير هكذا، لا أو هكذا هكذا يتم التكبير هكذا حتى تروا ما أكتب يعني. فهنا أريد أن أكتب الإيميل، هل يمكنكم الرؤية هكذا نورس إيميل أو نورس ميل @.com، والباسورد الخاصة بي كلكم تعرفونها هي 11 3 1 يعني، ولوجن لنرى. أوكي، وهذا هو التوكن. فإذا ممتاز، هذا هو التوكن، سأخذه وأقوم ب أريد أن أخذه هكذا. أوكي جيد، نسخ. الآن add article by نورا، سنذهب إلى هنا بداية، ولماذا لا يظهر لدينا هكذا يظهر. بداية سأضيف البيرر توكن هنا، ها هو هذا التوكن الخاص بهذا الموضوع. البوست سأجلب الارتكلز مجددا، وهنا سنضيف جيسون. بداية سنضيف تايتل new article by نورس، سأسميها 111 لنرى send، سيأتيني error validation، description field is required، لا مشكلة نضيفه، لدينا كل الوقت لنقوم بهذه الأمور. فهنا description، وهنا new article description، وسأضيف 111 وsend. أوكي طيب، إذا ذهبنا إلى قاعة البيانات، ها هي مقالتي تم إضافتها، وواحد هذا هو الاي دي الخاص بي. ممتاز، الآن يمكنني أن أقوم بتعديل مقالتي، فدعوني أضيف request آخر سأسميه نورس edits her own article، تقوم بتعديل الارتكل الخاصة بها. طبعا الاي دي الارتكل الخاصة بي هو 4 6. طبعا يجب أن أجلب ماذا يجب أن أجلب البيرر توكن هذا، أتمنى أنني لم أقم بكتابة شيء فيه. فإذا ها هو، والآن جيسون و بوت ريكويست، والارتكل اي دي هو 42، ما هو كان 4 6، إذا اي دي 4 6. والآن سأعدل التايتل، سأكتب بالتايتل article 111 edited by Norris، إذا لنرى. فإذا هنالك error يطلب الديسكريبشن، ويطلب هنا أيضا الـ author ID. طبعا هذه المشكلة الآن تعرفون سأقوم بكتابة ملاحظة بها حتى نعدلها، لكن لا أريد الخروج من هذا المثال حتى أوضح الفكرة التي أريد توضيحها. فبالتالي أنا هذا الخطأ سأكتب به ملاحظة. فأين هي النوتس؟ سأفتح النوتس وسأكتب هنا error أو errors edit articles validation error author ID description required. طبعا هذا سنقوم بحله لاحقا، لكن فعليا أنا سأزوده بهذه المعلومات مبدئيا، لكن سأقوم بحلها لاحقا. بدل description وسأكتب description edited by نورس. طبعا أنا أكتب هذا لتوضيح الفكرة، أتمنى أنكم تكونون صبورين معي. إذا author ID 1 الذي هو الـ ID الخاص بي send، أتمنى لا مشكلة لا مشكلة لا مشكلة، ويقول تم التعديل. إذا الآن لو ذهبت إلى هنا، لاحظوا ما زالت نورس تستطيع أن تعدل مقالتها، لكن السؤال يبقى هل يستطيع علي تعديل مقالة نورس؟ إذا هذا هو السؤال، وبالتالي علي عليه أن يقوم بماذا؟ بتسجيل الدخول. فإذا سأقوم بأخذ رابط تسجيل الدخول من هنا وأضيفه لعلي هنا، وهو post request، وأضيف هنا جيسون وأكتب. فإذا هنا سنكتب إيميل علي @mail.com و password
باسورد علي 222. فإذا سنت لنرى المشاكل، لا يوجد مشاكل الحمد لله. هذا هو التوكن، سأخذ توكن علي جيد كوبي وأذهب لي علي هنا. علي يحاول أن يقوم بتعديل مقالتي. لماذا يا علي تريد تعديل مقالتي؟ فإذا ها هو، وسأأخذ رابط تعديل المقالة نفسها، ها هو، وأذهب لعلي وأقوم هنا بوضع البوت ريكوست، وهنا لدينا الجيسون. طبعا أنا سأأخذ نفس المعلومات التي وضعتها نورس هنا، سأضعها هنا edit نورس article by علي، لكن هنا سأكتب edit by علي، ولنرى إذا هذا نجح. إذا هذا نجح يعني الكود الخاص بنا خطأ. Send error. لماذا error؟ يقول the logged in user has no right to manage this article. فنحن نجحنا فعليا بحماية ال edit article، فقط يمكن للشخص الذي كتب مقالة أن يعدلها، فإذا نجحنا. ممتاز. الآن بقي لموضوع ديليت. موضوع الديليت أنا فقط سأذهب هنا، أحاول مسح نفس المقالة التي أنشأتها قبل قليل، لكن سيكون هنا ديليت. وطبعا يجب أن أضيف الأثورايزيشن كود الخاص بعلي. إذا أين هو علي؟ ها هو علي، هذا هو التوكن، وسأضيف توكن علي هنا، وهذه حذف للمقالة نفسها التي نورس أنشأتها قبل قليل. سنت ايرور. ما هو الايرور؟ نفس الايرور، لا يمكن لهذا الشخص أن يدير مقالة نورس. طب ماذا لو نورس حاولت أن تحذف مقالتها؟ فإذا هنا سنقوم بالمحاولة مجددا. سأجلب التوكن الخاص بنورس، ها هو، سنسمي هذا الطلب حتى لا نضيع، ونكتب نورس delete her own article. وهنا بيرر توكن، وهذا التوكن، عفوا، هذا التوكن الخاص بنورس. أريد أن أجلب نفس الرابط الذي حاول علي أن يحذف من خلاله، سأحذف أيضا أنا من خلاله، لكن حاليا أنا صاحبة المقالة. send okay. ممتاز. delete operation يعني نجاح في الحذف، وهذه المقالة الآن يجب أن تختفي لأنني حذفتها، وبالفعل اختفت. واضح؟ فإذا ممتاز، فنحن نجحنا من هذه الفكرة. المشكلة التي قبل قليل واجهتنا فهي بالآثر آي دي، أنه يطلبه في حالة الإدت. هذا الموضوع يجب أن أقوم بحله. فإذا كيف سأقوم بحله؟ بكل بساطة، هذه المشكلة بالفاليديشن. الفاليديشن يعني بملف الفاليديتر الموجود باليوتيليتيز. طيب هذه المشكلة، أن عندما نقوم بفاليديت ارتكل، لاحظ، فهو يأخذ الارتكل، فنحن لا نريد أن يأخذ الارتكل، أيضا نريد أن يأخذ عنصر آخر اسمه edit، edit form. قيمته الافتراضية false، الفولس أن هذا ليس edit form. لاحظوا، إذا كان التايتل، إذا كان هذا edit form، فلاحظوا كل شيء يكون true هنا، true، الكونتنت false. طبعا الفولس سنبقيه false، لا مشكلة به، لأنه غير، أصلا غير مطلوب بالحالة الطبيعية، ما بالك بحالة الإدت، فلا مشكلة. لكن مشكلتنا مع ال required true، هذه المشكلة. فبالتالي required true ما الشيء الذي سنقوم به هنا؟ إذا كان هذا required true، فإذا كان إدت سنقوم بعكس الحالة، فإذا not إدت. لماذا؟ ماذا يعني ذلك؟ مثلا في الحالة الطبيعية إدت ستكون false، فبالتالي هذا سيكون true في الحالة الطبيعية. وإذا كانت إدت هي true، فهذا لا true false، يعني فهذا لن يكون مطلوب. واضح؟ فإذا سأقوم بتطبيق هذا فقط على true، أما العناصر الfalse سأبقيها كما هي. أتمنى أن هذه النقطة واضحة. مش اللي حذفت شيء أنا خطأ مرة أخرى، لأنني نسيت حقيقة. نعم هنا، لا، عفوا، الفولس كما اتفقنا سأتركها كما هي، أنا فقط سأعدل على الترو. وبالتالي هنا الديسكريبشن مطلوب، والآثر آي دي كان مطلوب، الآن ليس مطلوب بالإدت، بحالة الإدت، والباقي سأبقيه كما هو. فإذا دعوني أقرأ مجددا للتأكد. فإذا كان هنا التايتل بالحالة الطبيعية required، بالإدت لا، description بحالة طبيعية required، بالإدت لا، هذا كل الحالات ليس required. الآثر آي دي بالحالة الطبيعية required، بالإدت ليس required، والباقي نفسه. ما التغيير الآن سيكون؟ التغيير سيكون على بوت ريكويست هنا، أن عندما نقوم ب، لا يوجد تغيير، لكن فقط عندما نقوم بفاليديت للارتكل هنا
سنضيف بدلا من هنا سنضيف فول، سنضيف ترو، أن هذا هو edit form فقط، هذه هي. فإذا الآن لنعد لموقعنا، أريد edit نورس article by نورس، هذا جيد. سأحاول مجددا، هنا سأحذف، طبعا هذه الارتكل ليست موجودة، أي ارتكل موجودة من نورس مثلا هذا 27 أو 27، هذا لا، هذه من علي. مقالة رقم 8، مقالة رقم 8، فإذا لنعدل مقالة رقم 8، 8، وهنا فقط سأعدل التايتل أو سأعدل الكونتنت. لاحظوا مقالة رقم 8 هي لديها كونتنت، هنا سأعدل هذا الكونتنت بمقالة رقم 8، فسأكتب هنا كونتنت، وهنا سأكتب كونتنت added أو edited. نعم، إذا send خطأ. فإذا ما الخطأ؟ الخطأ ب undefined variable author id بالسطر، لنرى 33، عفوا 337، أين هو الـ author id من هنا؟ author id أين هو؟ أعتقد لنرى مرة أخرى، author id غير معرف في الملف الـ articles بالسطر online 377. فإذا مرة أخرى 337، دعوني أقرأ مجددا. فإذا هذه الـ article أخذناها is owned is owner عفوا، فإذا لم يكن owner خرجنا من الموضوع، يفترض return. الآن الداتا جاءتنا، بعد ما الداتا جاءتنا قمنا ب validate لل error ولا مشكلة بذلك، تجاوزنا هذه المرحلة. فالآن قمنا بالتأكد إذا كانت الـ article ID موجودة، لا مشكلة. وهنا نحتاج الـ author ID، الـ author ID يفترض أن يأتي من الـ article. الآن لاحظوا الـ author ID يفترض أن يأتي من الـ article لأنه غير مزود حاليا من قبل الـ data. نحن لا نعتمد عليه من قبل الداتا. يمكن أيضا أن نحذف هذه كلها، لماذا؟ بسبب سؤالنا الأول، لأن نحن سألنا في البداية إذا كان الشخص هذا owner، فلماذا نسأل مجددا إذا كان الـ author ID exists؟ فبالتالي هذا أنا سأحذف لأن فعليا لا حاجة له. ومباشرة للبروسس للديتا، هل يوجد author ID data هنا؟ أعتقد لا. فإذا لنحاول مجددا لنرى إذا كان هنالك خطأ نتتبعه. فإذا send نجاح. فإذا الآن هذه 8 يفترض أن أرى فيها تعديل، فإذا أين هي؟ ها هي والتعديل حدث. فإذا ممتاز. فإذا لاحظوا نحن نعدل، نخطئ نعدل، نخطئ نعدل. ففعليا هذا النقطة سهلة جدا، يعني لن تأخذ معنا وقت الآن، فقط هي نفسها نقطة الـ article ID single article نفسها. فإذا لنبدأ، ما رأيكم نبدأ؟ فنبدأ بهذا الموضوع. فإذا سنذهب إلى ABI articles، وهنا لاحظوا لدينا get single article، سأقوم بنسخها كما هي get single article، جيد، أنسخها وألصقها في الأعلى، وهنا سأسميها، سأكتب get articles by author ID. فالشيء الذي سيكون هنا، إذا كانت هذه الميثود هي get ولا أريد الـ ID هنا، أريد الـ author ID المؤلف، وكان هذا numeric، سأستبدل كل ID بـ author ID، وهذا author ID، وهنا اسمها لا اسم اسمها أو اسمه author ID. وهنا بالتالي عندما نقوم بـ try سنقوم بـ select next article where ID، لا where author ID، هكذا اسمه صحيح، author ID يساوي الـ author ID الذي جلبناه من الـ URL. هنا سنجلب إذا كانت الريزلت تساوي واحد، لا ليست تساوي واحد، لأن الشخص يمكن أن يكون له أكثر من article، وبالتالي أكبر من زيرو. وهنا إذا كانت أكبر من زيرو، فإذا هنا سنكتب while result num rows أكبر من زيرو. كأنني أكرر أنا، لا ليست هذا، نحن نريد فعليا هنا أن نقوم ب، لاحظوا نريد أن نقوم بإضافة هذه الـ articles التي
نصنع articles array هنا والتي ستكون تساوي الرو الذي سأخذه من الداتابيس. فبالتالي هنا الوايل ستكون هي نفس الريزلت، لكن أنا سأجلب من الريزلت ماذا؟ عفوا، سأجلب من الريزلت الريكورد، فسأقوم بفتش لها، وهذا سيكون هو عبارة عن الرو بهذا الشكل. إذا سنقوم بفتش للريزلت ونضعها ب الرو الذي لدينا، وكل رو سنضيفه للارتكلز. جيد، فبالتالي هنا هذا سأحذفه، هنا سنضيف 200، والديتا هنا ستكون هي الارتكلز. أكيد سيكون هنا لدينا أن الأوبريشن كومبليتد. طبعا إذا هنا أيضا سأعيد 200، يعني حتى لو لم يكن هنالك قيود لهذا الشخص أيضا سأعيد 200، ولكن سأعيد array فارغة، وهنا سأكتب مثلا، أكتب مثلا there are no articles written by this user. أمسح الايرور، أو يمكن أن أضيف null بدلا عنه. أنا فقط غيرت المسج هنا، يمكن يتم توحيد هذا، لكن لا مشكلة سأبقيها، وأيضا سأجعل هنالك نجاح، لا مشكلة. وهنا بالايرور نفسه وهذا نفسه، هنا سأكتب بدلا من أن the ID سأكتب the author ID فقط. انتهينا. الآن سأذهب هنا وأضيف author ID مثلا 1 حتى أستعيد كل الارتيكلز بال ID له 1. لاحظوا هذا كلها، انظروا author ID كلها 1. إذا جاءني 2 انظروا لهذا القسم، إذا جاء شيء غير 1 فهنالك خطأ، كلها 1. إذن كل هذه الارتكلز التي تم كتابتها بالآثر 1. طيب ما بالك لو أنا كتبت 2، سيأتيني هنا 2، لاحظوا 2 2 2. طيب ما بالك لو كتبت 3 مثلا، 3 بهذا الشكل. وما بالك لو كتبت مثلا، طبعا 3 لا يوجد شخص اسمه 3، لكن أنا فعلياً كنت أجرب ببعض الأشياء فهنالك 3، هذه هي، ولذلك استدعاها. لا يوجد شيء اسمه 3 أو معرف له 3، فسأحذف هذا القيد. إذا الآن مرة أخرى لاحظوا لا يوجد شيء. طيب ماذا لو كتبت شيء ليس، عفواً، ماذا لو كتبت شيء ليس عبارة عن ID فعلياً؟ لو كتبت شيء كهذا مثلاً، لاحظوا سيقول invalid ID، واضح؟ فممتاز. الشيء الذي يجب أنتم أن تقوموا به كوظيفة لكم هو نحن قمنا بتطبيق الباجينيشن والفلتر على الارتيكلز، نقطة الارتيكلز، لكن نقطة سنجل ارتيكل هذا حسب اليوزر اي دي نحن لم نطبق عليها. فإذا هنا سأكتب homework حتى، أو تدريب أو أي شيء، تتدرب أنت وتقوم بتطبيق apply pagination and filtering هنا. هذه أنت يجب أن تتدرب عليها، طبعا أنا لن أكررها، نفسها تم استخدامها بالarticles نفسها، يعني نفسها تقوم بنسخ لصق يكون صحيح، لا مشكلة. انسخ والصق، ها هو، لاحظوا انسخ والصق فقط، يعني أنا الآن لو قمت بنسخ ولصق كل هذا الخاص بالبيج وهذه الأمور فيصبح لدي pagination، لكن أنا سأتركها لك. هنا باليوزرز سأنشئ يوزر جديد، فذن insert، سأسمي هذا اليوزر admin، أو إيميله سيكون admin email أو mail.com. الfirst name الخاص به سيكون admin، اللast name سيكون admin، والpassword سأضعها أي شيء، لكن هنا لاحظوا الrole سأضعه super admin وgo. بالنسبة للباسورد أنا أيضا سأخذها من اليوزر، سأجعلها نفسها هذه الباسورد، سأنسخ هذا الهاش وأذهب لليوزر مجددا وللأدمن وسأعدل الباسورد الخاصة به، سأضيف هاش هذا فقط. إذن الآن أصبح لدي حساب الأدمن، ها هو، وهذه كلمة مرور. فإذا سنتعامل مع نقطة API users، وهنا فعليا لدينا هنا get an article، هل هذه article فعليا؟ هذه النقطة اسمها get an article، ربما هذا بالنسخ، هذا ليست get an article، هذا get a user، أتصور هذا get a user
إذن هذا ليس get an article, get a user. وهذه هي النقطة هنا. فأيضا هنا نريد إضافة نقطة add user, ونريد إضافة نقطة edit user, ونريد إضافة أيضا نقطة delete user. وكل هذه النقاط تستوجب أن يكون لدينا super admin. فليس شخص عادي يمكنه أن يقوم بهذه الأمور, فقط super admin. فبالتالي هنا في الأعلى هنا أريد فعليا أن أقوم ب include لي ال is authorized, فإذا لل utilities, وال utilities الموجودة بمجلد utils واسمها is authorized. فإذا هذا هو الملف هنا, سأذهب إليه, ها هو. فبداخل هذا الملف فعليا أريد إنشاء utility جديدة, ولكن تعتبر يعني مكررة نوعا ما, لكن ليست مكررة, لكن يعني يمكن أن أقوم بالدمج أكثر من function معا. إذا أردت التفكير أكثر وأردت أن أقوم بشيء أفضل, يمكن أن أدمج functions معا, و يعني أو أقوم بإنشاء class معين أو شيء كهذا حتى أكتب كود أفضل. لكن للتبسيط سأقوم أيضا بإنشاء function آخر سأسميه is super admin فقط. إذا كان سوبر أدمن أريد أن يقول لي هذا سوبر أدمن, إذا لم يكن سوبر أدمن أريد أن يقول لي هذا ليس سوبر أدمن. فبداية سأقوم بتأكد هل هذا مسجل الدخول بداية من is user authorized. فمرة أخرى إذا لم يكن يمكن أن أخذها من الأعلى من هنا من function is owner. إذا لم يكن مسجل الدخول فأنا أرسل false مباشرة هكذا. فهنا جلبت الكونكشن لأنني أحتاجه فعليا. هنا سأكتب أو لا أحتاج فعليا الكونكشن, لا أريده. فإذا هنا سأقول إذا كان شخص سجل الدخول, مسجل الدخول, غير مسجل الدخول أقوم بطرده مباشرة. إذا كان مسجل الدخول فالآن من التسجيل الدخول is logged in تحتوي على اليوزر, سأكتب user هو is logged in data. وهنا يمكن أن أحصل أيضا على الـ ID وأحصل على الـ role. فإذا هنا يمكن أن أكتب user role وهنا أضيف الـ user role بهذا الشكل. يعني من الشخص مسجل الدخول جلبت معلوماته وجلبت الـ role الخاص به, يعني هل هو الدور الخاص به. فالآن سأقول إذا كان if user underscore role يساوي super admin, ممتاز, غير ذلك سأعيد error. فبالتالي هنا سأأخذ هذا وأعيده إذا لم يكن super admin false. والمسج فعليا سأضيف المسج this user is not a super admin, لكن فعليا لو كان هو super admin فأنا فعليا سأقول true, authorize true super admin. والمسج the login in مثلا user is super admin, ويمكن أن أمرر له أيضا هذا اليوزر إذا أراد أن يقوم يعني يتم الاستفادة منه بطريقة أو بأخرى. فأصبحت لدينا خاصية is super admin جاهزة. الآن لنذهب لإضافة user. فإذا إضافة user هنا لاحظوا لدينا في الأعلى نحن باليوزر API لدينا هنا method server. فبالأد يوزر هنا سأكتب إذا كانت الميثود تساوي post method فإذن الآن سنتعامل معها مباشرة, نقوم بريتير أو بإكزت حتى لا يستمر بالعمل. هنا سنبدأ بtry وcatch. catch بهذا الشكل, هل catch ستعيد نفس الشيء 500 response؟ ها هي, بالتالي هذا سأخذها من هنا نفسها وبالبوست أضعها هنا. والإيرور هذا أسميته إيرور هنا, فدعني أسميه إيرور في الآلة أيضا. فقط إذا حصل إيرور ما فقل أنه هو سيرفر إيرور. غير ذلك مباشرة أنا أريد أن أسأل is authorized, وسأستخدم is super admin بكل بساطة. is super admin جاءتني من أين؟ جاءتني من هذا الملف, فجيد. فإذن الآن هنا إذا لم يكن authorized مباشرة نحن نريد أن نرسل return not authorized, فسأرسل هكذا return أو json encode
سنرسل status error و data null لأنها ليس authorized والمسج بسيطة جدا ما ليس authorized والإيرور بالأصل بالإيرور ماذا نعيد؟ نعيد الكود ونعيد المسج. بخصوص المسج سأعيد نفس المسج التي جاءتني من function authorized أو is authorized authorized message. بالنسبة للكود 401 ليس authorized وأيضا يجب أن أعيد HTTP response code 401 وهنا لدينا كوما و return من هنا وانتهينا. فإذا هذه هي الخطوة أن تأكدنا أن هذا super admin والآن هذه اللي if not authorized ما بالك لو كان authorized. فإذا the user is super admin فإذا كان super admin فعليا فالآن يجب أن نبدأ بالعمل هو أن نجلب الداتا التي قدمها لنا الخاصة بإضافة اليوزر. فإذا الداتا ستكون هي JSON encode file get contents سنجلب من ال PHP input وسنحولها ل true ل associative array. هل هذا صحيح؟ فإذا file get contents وهكذا صحيح. فإذا هذه الداتا ما الشيء الذي أنا أتوقع من الشخص أن يمرره فعليا لي يمرر إيميل باسورد يمرر الرول ليس بالضرورة يعني والفيرست نيم واللاست نيم. فإذا الآن بداية سأقوم بسينيتايز للداتا تالي سأنشئ هلا بعد قليل سينيتايزر وأيضا علي أن أنشئ فاليديتر. فبالنسبة للداتا طبعا من اللوجن صحيح باللوجن نحن قمنا بهذا أريد جلب الفاليديتر والسينيتايزر من هنا وأقوم باللصق بالأعلى هنا بهذا الشكل وهنا بالسينيتايز داتا سأقوم ب طبعا هذا لم أنشئه بعد الآن سأنشئه بعد قليل. فسنجلب الداتا التي ستمر على الـ API سينيتايزر وسنستخدم ميثود اسمها sanitize user وسنعطيها معلومات اليوزر يعني الداتا. بالنسبة للvalidator فإذا الvalidator يعطينا error فإذا سنستخدم errors طبعا أنا أكتب مجددا بعد قليل سأقوم بالنسخ لأنني لا أريد تكرار ما كتبته وقت سابق. فإذا API validator هنا سنكتب validate user وسنعطيه الداتا أيضا. في حالة أن اليوزر not empty يعني هنالك في حالة الايرور not empty يعني هنالك errors فبالتالي سنرسل validation error. فدعوني أنسخ ال validation error من مكان وجوده من اللوجن سأقوم بنسخه. فإذا هذا هو ال validation error سأقوم بنسخه ولصقه هنا هنا. فإذا أرسلت خطأ أن هنالك validation error وأرسلت الايرورز بكل بساطة. طبعا الآن بعد أن يكون لدي ايرور إذا كان لدي ايرور أريد ريتيرن فورا ولا أريد الإكمال. بالنهاية هنا لا يوجد لدي ايرور validation ايرور فإذا سأكتب هنا no errors no validation ايرور. فإذا كان no validation ايرور ففعليا هنا سنجلب الداتا سنقوم باكستراكت للداتا ونحن نعرف أن extract ماذا تعني يعني سيتم جلب الداتا من خلال الداتا الموجودة سيتم وضعها بفاريبل يعني لدينا هنا فاريبل اسمه ايميل last name وهكذا يعني وأكيد الباسورد طبعا. الآن أصبحت لدينا هكذا إذن أصبحت لدينا هذه الأشياء فيجب أن نتأكد أن الإيميل الذي قام الشخص بإدخاله يعني مثلا قام السوبر ادمن بتسجيل ايميل موجود للتو بقاعه البيانات يجب ان نتعامل مع هذه الحاله. فبالتالي الايميل يوزر ايميل must be unique فاذا هذه هي الحاله. فاذا هنا يجب ان نتاكد انه يونيك. كيف ذلك؟ علينا ان نطلب قاعه البيانات نقول لها هل لديك ايميل مثل هذا. هذا هو السؤال. فاذا ساقوم بكتابه query يوزر والذي سيكون فيه select all from next users where الايميل يساوي
الايميل، طبعا انا قلت لك ان الايميل موجود طالما ان يوجد اكستراكت للداتا. اذا هذا هو الكويري. الان الريزلت من الكونكشن لقاعدة البيانات سنقوم بكويري للكويري لليوزر، واذا كانت الريزلت numRows اكبر من زيرو، يعني هنالك قيد بنفس هذا الموضوع، بالتالي سأرسل كود 409. 409 يعني duplicates، يعني مكرر. فأنا اخترت أن نرسل مثل هذا. دعوني أقوم بالنسخ هذا ولصقه هنا، وثم سأقوم الآن بتعويضه. إذن هنا لدينا error، الداتا أكيد null، والاسم الخطأ duplicate email، تكرار الإيميل، ورقم الخطأ 409، يعني هنالك تكرار. والمسج ستكون كالتالي، أن the user email is already أو already exist in the database. طبعا سأقوم بريتيرن مباشرة إذا كان الإيميل duplicate، لأن لا أريده أن يستمر أكثر من هذا. طبعا هل انتهينا فعليا؟ لم ننتهي بعد. لاحظوا الخطوات، كل هذه الخطوات نقوم بها حتى نسجل شخص بقاعدة البيانات. يجب أن نتأكد من كل هذه الأمور. طبعا شخص آخر ربما يقول، يعني الشخص الذي يقوم بكودينج بشكل يعني متهور مباشرة يضيف لقاعدة البيانات دون تفكير. ويوجد أشخاص يكتبون بهذه الطريقة وأكوادهم مستخدمة للأسف، ولكن مليئة بالأخطاء طبعا. فإذن الآن لاحظوا أعزائي، الآن أصبح لدينا داتا وتأكدنا أن الداتا صحيحة، قمنا بسينيتاز فاليديت، سأنشئها لاحقا لا مشكلة، لكن نفكر أن لا يوجد لدينا فاليديشن ايرور ولا يوجد لدينا دوبليكيت. الإيميل أول مرة يسجل معنا. الآن لدينا باسورد الذي أدخلها عند التسجيل، فهذه الباسورد يجب أن يتم لها هاش صحيح، يجب أن نشفرها. فكيف نشفرها؟ فإذا هنا سأكتب هاش the password، وبالتالي هنا سأكتب الباسورد، ستكون باسورد هاش، وهنا لدينا data password، والطريقة الافتراضية للهاش هي password default. طبعا أنا استخدمت هذا الفانكشن وقت سابق، بالتالي أنا لن أشرحه الآن. أريد أيضا التعديل على الداتا هنا، data password، وأجعل الباسورد الخاص بها هي الباسورد فعليا. لماذا؟ لأنني حاليا سأمرر، أريد تمرير كل الداتا لقاعدة البيانات. طبعا الآن نفس طريقة إدخال الأرتيكل سأستخدمها، نفس الطريقة لكن سأعدل، وبالتالي حتى لا أنسخ كثيرا أو حتى لا أكتب كثيرا سأقوم بالنسخ. أنا شرحتها بوقت سابق نفسها لإضافة أرتيكل، فمن ملف الأرتيكل سأنسخ فقط أمر إضافة أرتيكل. أين هو؟ ها هو. فإذا فقط هنا هذا أريد نسخه، هكذا فقط هذا أريد النسخ. فإذا سأعود لليوزر هنا وأقوم بلصقه هنا. فإذا لاحظوا الآن لدينا الكولوم نيمز، سيتم أخذها من الداتا لأن الداتا هي عبارة عن أسويات فري، فسيأخذ الكولوم نيم من الكيز، الفاليو سيأخذها من الفاليوز، الSQL query سيكون insert into next users، وسيأخذ النيمز وأيضا سيأخذ الفاليوز بهذه الطريقة. إذا تم الطلب بنجاح فهنا سيقول أن inserting كان يعني completed، غير ذلك سيرسل error خاص بـ SQL وسيقوم بـ return. طبعا هذه الـ else يبدو أن لم يتم إطلاقها. جيد، فإذن هذا هو الموضوع فقط، هذا هو الفكرة. أكرر لكم اللوجيك هو أن سنضيف يوزر، بداية سنتأكد أن الشخص المسجل الدخول الذي يضيف اليوزر هو سوبر أدمن، إذا كان لم يكن سوبر أدمن لم يكن مسجل الدخول سنمنعه من ذلك. الموضوع الثاني سنجلب الديتا الذي يقدمها بالنسبة لإضافة يوزر، الديتا التي نتوقع أن نستقبلها إيميل باسورد رول وفيرست نيم لاست نيم باسورد طبعا قلتها، سنقوم بسينيتايز لليوزر، سنقوم أيضا بفاليديت له، الآن سأقوم بفاليديت له. بالنسبة للإيرورز هنا
إذا كان هنالك لدي validation errors سأرسل errors وأوقف البرنامج عن العمل. مجدداً سأتأكد إذا كان الإيميل إيميل هذا الشخص مسجل معنا من قبل، إذا كان مسجل سأمنع ذلك، غير ذلك سأسير سأقوم بهاش الباسورد هاش الباسورد وأقوم بالتحضير لأمر الـ SQL حتى أقوم بإنسيرت لقاعدة البيانات. إذا كان هنالك خطأ SQL سأرسل هنالك خطأ SQL. واضح؟ لكن هنا لم أرسل ريسبونس، لماذا؟ يجب أن أرسل ريسبونس. سأرسل خطأ 500 هنا. إذا أعتقد هذا كله جيد جدا. الشيء الذي تبقى الآن أن نقوم بفانكشن الـ validate وفانكشن الـ sanitize. لاحظوا أن فانكشن الـ sanitize أنا سأكرره، لنذهب للـ sanitize لأريكم. سأكرره وربما تتساءلون تقولون لماذا تكررين؟ لماذا تنشئين أكثر من function بهذه الطريقة؟ الهدف هذا هو التكرار الذي أخبرتكم عنه، هكذا. وهنا سأسميه بدلاً، فهنا sanitize user وهنا login data user data، وهذا سأغيرها هكذا وفقط. فإذا لماذا أنا أكرر ولا أجمعها كلها بفانكشن واحد؟ لأن مثلاً ربما أنا بخصوص اليوزر أريد إضافة شيء ما في المستقبل، فيكون له فانكشن خاص به، اللوجين فانكشن خاص به، كل شيء يكون له فانكشن خاص به. فبأي حالة أردت استخدام أي واحد منها أقوم بسينيتايز له بطريقة معينة، فيمكننا القيام بذلك بشكل منفصل عن باقي الفانكشنز. فإذا هذه هي الفكرة. الآن سأقوم بإغلاق. الآن نذهب للفاليديتر. موضوع الفاليديتر نفس الشيء، سأنسخ وألصق لكن سأغير، ليس هو نفسه. سنغير قليلا بهذا الموضوع. فنحتاج فعليا نفس الشيء، هل نجلب الارتكل أم اللوجن؟ نجلب الارتكل، الارتكل فورم. فإذا فانكشن الارتكل هنا جلبته كما هو ونسخته، وهنا سألصقه، سأسميه validate user وهذا سيجلب اليوزر. طبعا الآن سنقوم بسكيما لليوزر. إذا اليوزر بداية له إيميل، الإيميل سيكون required بالحالة الطبيعية، لكن سيكون required بالحالة الطبيعية لكن بالإدت ليس required. وأصلا أنا لا أريد أن يدخل إيميل، الآن سترون بفانكشن التعديل ما الشيء الذي سأقوم به. فتايب إيميل أكيد، ولدينا باسورد. الباسورد required بالحالة، أيضا الباسورد لن أسمح له بتعديلها لاحقا لكن لا مشكلة، دعونا نقول هي required بالحالة الطبيعية، أما بحالة الإدد ليست required. والمينيموم لينث الباسورد اتفقنا 53. طبعا سأكرر الباسورد. هنا لدينا first name، first name ليس required بأي حالة، سأكتب false. والطول 3 ل 50 جيد، لأن جيد باعتقادي. إذا كان مثلا تتوقع تسجيل مثلا أشخاص أجانب من بلدان أخرى يمكن أن يطول الاسم، فبالتالي يجب أن تفكر، يوجد بعض البلدان أسمائهم طويلة كثيرا، فعليك أن يعني حسب تطبيقك يعني. فإذا هنا last name ال required false أيضا. وماذا تبقى لدينا؟ email password role. الرول فعليا مختلف قليلا ل فإذا الرول لاحظوا هل هو required؟ required لا، لأن لديه قيمة افتراضية أنا وضعتها في قاعدة البيانات. لكن type الخاص به ليس هو type تعاملنا معه، يعني تعاملنا معه مسبقا، هو enum ونفسه type الذي وضعته في قاعدة البيانات. وهنا values ستكون هي عبارة عن قيمتين فقط، المؤلف لاحظوا capital letter، انتبهوا capital letter super admin. واضح؟ فإذا هذه هي السكيمة. فإذا سكيمة اليوزر إيميل وباسورد وفيرست نيم ولاست نيم ورو. الآن لاحظوا أريد استبدال، هنا لدينا هنا يوزر، فبالتالي هنا سنكتب سكيمة فيلد بدل الارتكل. في أي مكان يوجد ارتكل سأستبدلها بيوزر مبدئيا، ولنرى هذه الارتكل، article نستبدلها بيوزر، وهذا أيضا. هل يوجد article أخرى؟ هذا انتهينا. لكن يوجد فكرة أن بالنسبة لل، لاحظوا هنا بالنسبة لل required قمنا بها،
بالنسبة للمين لينث قمنا بها، بالنسبة للماكس قمنا بها. داتا تايب ايميل، اين هو الايميل؟ نعم الايميل لم هذه ماذا في تايب، هذه تايب انتجر، فعليا لا احتاج هذه الميثود لان لا يوجد لدي شيء انتجر هنا، فبالتالي سامسح هذه الميثود. لكن ساجلب من اللوجن فاليديتر لدينا ايميل، اين هو الايميل؟ اين هو الايميل؟ هذا هو الايميل، فاريد فعليا فاليديت للايميل. اوكي هذا، فبالتالي ساذهب هنا فدان هنا ساكتب، هنا لدينا يوزر وهنا تشيك ماذا الايميل فيلد، فاليديت ايميل فيلد او فاليديت تايب، هنا فاليديت ايميل وهذا الايميل سياخذ هنا اليوزر فيلد وانتهينا. فدان هذا هو الايميل، لكن هنا يجب ان نكتب فاليديت اينام، نريد ان نتاكد ان القيم المدخله للرول، عفوا نريد ان نتاكد ان ثواني نريد ان نتاكد ان القيم الخاصه بالرول اما author او admin فقط، فبالتالي انا ساقوم باخذ هذا مجددا من الايميل وضعه هنا بهذا الشكل، لكن هنا ساسال ان لا لن اكتب ايميل ساكتب اينام اذا كانت هي اينام، وهذه الاف ستيتمنت ساغيرها، هذه الاف ستيتمنت ستكون بهذا الشكل، ان هل يوجد بالاراي الخاصه بالفاليوز التي هي باليوزر، عفوا بديتا اليوزر، بديتا اليوزر وبالفيلد الذي هو اينام، هل يوجد به القيمه المدخله فعليا؟ فاذا روز فاليو، او دعوني ليس هذا روز فاليو، دعوني اقول له اشرحها لكم. الاراي rules عفوا rules value أين هي؟ هذه هي rules، هذه rules values، هذه هي عبارة عن array. فالشيء الذي أنا سألته هنا كتبت هل بهذه الarray يوجد بها القيمة التي أدخلها الشخص باليوزر user field الذي هو user role، هل هذه القيمة مثلا يمكن أن يدخل هنا user role مثلا administrator، هل administrator موجودة ضمن هذه values؟ هذا هو السؤال، هل نعم أم لا؟ طيب إذا كانت يعني إذا لم تكن موجودة، السؤال إذا لم تكن موجودة، بالتالي أنا سأضيف هنا error، لكن هذا error سأكتب field الفيلد المدخل يجب أن يكون value must be n، أو يعني يجب أن تكون، دعوني أكتب هكذا، يجب أن تكون الـ values string، الآن سأحولها لـ string، فإذن هنا سأكتب values string وسأستخدم implode، هذا الـ function ماذا يفعل؟ يأخذ array ويفصل ويحولها لـ string بالفصل بينها بكاركتر معينة، فإذن أنا أريد الفصل بـ rules values، أريد أن أفصل بينها بكوما فأصبح هذا string، وبالتالي هنا الشخص لو أدخل شيء آخر سيأتي هنا أن ال value must be من بهذا ال string. هل هذا واضح؟ فقط أعتقد هذا هو، فإذا أعتقد أني إذا أخطأت خطأ ما سيظهر لي عندما أقوم هنا بالتجربة، فبداية سأقوم بإنشاء HTTP request، هنا سأكتب rename، سأكتب login as super admin، وهنا سأقوم بريكوست آخر سيكون هو عبارة عن ماذا؟ add user as super admin، نريد إضافة user كsuper admin. طيب اللوجين كsuper admin، دعوني أجلب النقطة، قم بإغلاقها للأسف، أو يمكن أن أخذها من أي مكان، من هنا مثلا login as super admin، والنقطة هي login .php، هذا ستكون post request json، أريد التسجيل كsuper admin، بالتالي أريد إضافة الإيميل الذي سيكون هو admin@mail.com، والباسورد ستكون هي 111. صحيح تم تسجيل الدخول، ممتاز، سأخذ هذا التوكن copy، أذهب ل add user as a super admin، وهنا بالبيرر توكن
سأضع التوكن وبي سأجلب النقطة add articles أو أي نقطة، مثلا هذه النقطة سأجلبها، فإذا هذه أريد إضافة article، لا أريد إضافة user، فإذا النقطة هي user.php صحيح أم users. الميثود هي post ودعوني أبدأ، فإذا send لم أرسل أي شيء لكن ظهر لي error id no id provided. أعتقد نعم هنالك خطأ هنا لدينا no id provided، لأن لاحظوا الشيء الذي حصل هنا، أنا نحن سألنا أن هل هي get بالأعلى باليوزرز و and، أنا أريد تغيير هذا، هل هي get فقط والطلب الثاني هل هي كذا، وبالتالي هنا في الأدنى سأكرر هنا هذه ال else، هنا سأضيف هكذا أعتقد لن يكون خطأ، هكذا أفضل، فإذا صححت هذه المشكلة، فإذا send، فإذا أوكي، فإذا هنالك أوكي يقول أن لماذا أوكي؟ أعتقد نحن أرسلنا طلب خطأ، لكن هنا يقول أن هنالك validation error، email is required، field password is required، صحيح، فإذا هذا الخطأ صحيح 100%، أن يجب أن ندخل الباسورد، يجب أن ندخل الإيميل، لكن الخطأ هنالك warning، هذا الشيء الذي لا يعجبني، والwarning بالسنتايزر بالسطر 28، يمكن الخطأ من هذا السطر، نعم الخطأ من هذا السطر، عليكم أن تنتبهوا أنتم، جيسون decode وليس encode، لأننا فعليا كم مرة نحن أخطأنا بهذا الفانكشن، جيسون decode، وأنا أقول لماذا ولماذا، لأنه فعليا لا يجلب ديتا أصلا، فإذا السانيتايز ليس فيه مشكلة فعليا، لكن بقيت مشكلة أن نتعامل مع مثل هذه الأمور، فإذا send، فإذا لاحظوا error الفيلد الباسورد مطلوب، وهنا password، والباسورد ستكون 333، فإذا send، أوكي، تم الإضافة لنرى قاعة البيانات، فإذا new admin، لاحظوا وكلمة مروره مشفرة، وهذا هو، إذا أردت أن أقوم بتسجيل الدخول كهذا الشخص، فإذا مرة أخرى، فإذا new request، وأنا أريد rename، فregister as أو login as a new record أو as a new mail أو new user، سأجلب اللوجن من هنا وأذهب إلى هنا، ولدينا post request، أجلب نفس المعلومات التي أضافها السوبر أدمن، وهنا جيسون وهكذا وسنت، فإذا هذا هو، فإذا تم فعليا الدخول بنجاح. طيب لو هذا موضوع السوبر أدمن مثلا، لو أنا مثلا كنورس هنا وحاولت أن أدخل كأقوم بإضافة شخص يوزر، أنا لست سوبر أدمن وحاولت أن أقوم ببوست ريكويست وجلبت يوزر جديد هنا أين بالإدت، ها هي، وقمت ب أنا كنورس الآن وأريد إضافة يوزر، فإذا send أيضا يقول لي نعم، كيف يحدث ذلك؟ لاحظوا حدث أكثر من خطأ، الخطأ هذا الذي حدث فعليا خاص بالتوكن expired الذي نحن لم نتعامل مع الاكسبشن هنا في الأعلى الخاصة باليوتيليتيز، ذهبنا إلى اليوتيليتيز و utilities is authorized، هنا لاحظوا بالتوكن نحن إذا كان expired، إذا حدث exception فنحن قمنا بإرسال exception، الأفضل أن لا نرسل exception بهذه الطريقة، فقط نقول e-message هكذا في حالتنا الآن، لكن يجب التعامل أكيد مع الexception إذا كان تطبيقك يعني على مستوى أعلى، إذا الآن send، فإذا سيقول لي أن الشخص غير raw data، يفترض أن الشخص غير مخول الدخول، غير مخول الدخول، لماذا؟ لماذا؟ لأن هذا expired بالنسبة له، فعلي أن أقوم بتسجيل الدخول مرة أخرى وأقوم بذلك، فإذا دعوني أسجل الدخول مرة أخرى، فإذا ها هي أنا، فإذا هذه هي، سأقوم بلوجن مرة أخرى، أحصل على التوكن الجديد وأعود إلى هنا وأحاول مرة أخرى إضافة إيميل هو اليوزر، ف نورس ليست سوبر أدمن، لا يمكنها أن تقوم، فلاحظوا نسيت أن أكتب إيكو هنا، هذه القضية، فالآن مرة أخرى سنت، فيفترض الآن أن
يقول لي هذا اليوزر ليس سوبر أدمن. فإذا هذا نحن اختبرنا موضوع أنا ليس سوبر أدمن. ماذا لو السوبر أدمن نفسه الآن هذا السوبر أدمن يريد أن يقوم بمثلا أعد نفس الشخص مجددا؟ فإذا send يفترض أن يظهر له خطأ أيضا يقول له هذا duplicate، فإذا بالفعل هذا duplicate لأن هذا الإيميل موجود. فإذا نحن فعليا نجحنا. إذا أريد أن أقوم بالنقطة الثانية التي هي edit user وثم نقطة remove users فلنقوم بذلك. فبخصوص ال delete user سهلة جدا نقطة delete user. بخصوص نقطة edit user إذا vim سأقوم بفتح نقطة edit user لنرى edit user. إذا الآن سنراها edit user. سنفتح اليوزرز بهذا الشكل API users. وفعليا أنا أريد فعليا أن أنسخ نقطة edit article نفسها حتى لأننا قمنا بها من قبل يعني فلا داعي للتكرار. فإذن هذه نقطة update article سأقوم بنسخها بهذا الشكل، وهنا بالنهاية edit user سأقوم بإضافتها. فإذا بالنسبة لهذه الميثود ستكون لدينا ميثود bot user. إذا كان سنأخذ الـ ID أكيد ID هذا اليوزر الذي نريد تعديله. هنا بالتالي سيكون لدينا user ID وليس article ID. هنا سنتأكد أنه authorized لكن هنا لا نريد أن نتأكد is owner، نريد أن نتأكد is super admin لأن فقط super admin يمكنه التعديل. إذا كان authorized، إذا لم يكن authorized سنرسل له latest authorized. إذا كان authorized سنجلب ال data. جيد، فإذا سهل جدا هذه ال data. جيد، سنقوم ب فعليا ب sanitize لها. لكن الشيء الذي أريده أن أقوله لكم أنا بخصوص الباسورد وبخصوص الباسورد والإيميل يفترض عدم تغييرها بشكل مباشر. يعني لا يفترض أن يتم مثلا أن الإيميل يتغير مع البروفايل كتغيير الاسم جيد أو الباسورد تغيير الاسم، لا، هذه الفانكشناليتي مختلفة. تغيير الباسورد اسمها إعادة ضبط الباسورد، إعادة ضبط كلمة المرور. تغيير الإيميل اسمه change email، تغيير الإيميل. ماذا أعني بذلك؟ reset مثلا تغيير كلمة المرور، يجب أن تزود كلمة المرور القديمة حتى تعيد ضبط كلمة المرور أو تغير كلمة المرور. هنالك تغيير وإعادة ضبط، لا مشكلة، نفكر بها نفس الطريقة. تغيير الإيميل يجب أن نتأكد أكثر قبل أن نغير الإيميل. فبالتالي تغيير الإيميل يجب أن يكون لا يكون يعني موجود هنا، بالرغم أنه يمكن أن تفكر أن هذا السوبر أدمن يمكنه أن يغير الإيميل، يمكنه أن يغير الباسورد، يمكنه أن يغير كل شيء. فيمكن أن تفكر أيضا بهذه الطريقة، لا مشكلة. فسأكتب بها ملاحظة. طبعا هذه الملاحظة ستكون أن you can reset password and change email and other point if you want. ممكن أن نقوم بهذا الموضوع. الآن بخصوص موضوع السانيتايز، موضوع السانيتايز سهل جدا. نفس السانيتايز السابق، سانيتايز user و validate user، وهذا edit form فبالتالي سأبقيه true. وإذا كان هنالك error فأهلا بالإيرور، ها هي. غير ذلك سأرسل طلب لقاعة البيانات check if the article exists. هذا بالنسبة لي هذه لا أحتاجها فعليا، أنا أتعامل مع user بالتالي سأحذف هذا. الآن سأقوم بتحضير البيانات للإرسال. فلدينا هنا column names نفس الشيء، كل شيء نفس الشيء، الجدول مختلف. فالجدول users والكولوم هنا ال ID هو user ID الذي جلبناه في الأعلى لأتأكد. فإذا ها هو الذي جلبناه في الأعلى اليوزر ID. وإذا تم نجاح أوكي، لم يتم نجاح فبالتالي سأرسل خطأ وانتهينا فعليا وحذفنا وعدلنا اليوزر. فإذا الآن يمكن أن نجرب هذا الموضوع.
معا بإذن لي نجربه. فبكل بساطة هنا هذا الشخص أدمن، إذا أردت مثلا تعديل الشخص لدينا هنا الشخص الاي دي له 9 يمكن أن نغيره. فإذا هنا باليوزر هنا يوزرز اي دي 9 وهنا البوت ريكويست، وأريد تعديل مثلا إيميله لنيو 1 مثلا، فإذا سند، فإذا أوكي تم التعديل. فإذا الآن يفترض أن أرى أن إيميله أصبح نيو 1. الآن أيضا يمكن أن أضيف له first name بالإيديت، فبكل بساطة أكتب first name أحمد مثلا، فبالتالي هنا سيصبح أحمد الفيرست نيم. ها هو لاحظوا الآن إذا لم يكن هذا سوبر أدمن أو لم يكن مسجل الدخول، دعونا نقول لم يكن مسجل الدخول، ف عفوا دعونا نسمي هذا إيديت رينيم رينيم مثلا إيديت as non logged in. إذا لم يكن مسجل الدخول يعني ليس سوبر أدمن، ليس مسجل الدخول لا شيء، وقام هنا بالتعديل لهذه لهذا اليوزر، فما الشيء الذي سيقول له؟ سيقول له أنت غير مخول وليس لديك authorization header، لست مسجل الدخول وأيضا لست أنت سوبر أدمن. فإذا جيد جيد. طبعا edit user point أنا نسيت أن أضيف فيها تعليق edit user، التعليق هو أن يجب أن الباسورد يتم لها هاش قبل إرسالها. يمكن أن نستفيد من البوست ريكويست. أين البوست ريكويست؟ أين البوست ريكويست؟ بالبوست ريكويست قمنا بهاش للباسورد، إذا ها هي هاش ذا باسورد، يمكن أن أخذه بهذا الشكل. وهنا قبل إرسال الداتا لقاعة البيانات أكتب هاش باسورد، وأنا قمت بإكستراكت للباسورد، نعم هنالك إكستراكت، فقمت الآن هنا بهاش لها وثم جلبت الداتا و باسورد. لكن فعليا هذه أريدها أن تحدث إذا كانت فعليا تم تزويد الباسورد، إذا أراد الأدمن مثلا تغيير الباسورد. لكن يفترض أن كما قلت أن الباسورد يكون لها مكان خاص للتغيير. فإذا الآن لو قال الشخص أريد تغيير الباسورد لهذا الشخص، طبعا أين هو الأدمن؟ add user add super admin. الآن edit، فمثلا لو دخل الباسورد مثلا والباسورد أضاف مثلا 000 و send أيضا operation completed، لاحظوا الآن هذه هي الباسورد له، يفترض أن تتغير الآن نوعا ما، لاحظوا تغيرت، إذا لاحظتم تغيرت فعلا الباسورد. وآخر نقطة أريد التحدث بها هي delete. فإذا دعوني أفتح user users ومن هنا سأفتح API articles لأني أريد نسخ الديليت من الارتيكلز أيضا. فإذا هذه ديليت articles سأخذها كما هي وأضيفها إلى هنا بالديليت يوزر. ديليت يوزر سهل جدا، فهنا سنكتب ديليت get اليوزر اي دي سنأخذه، إذا كان authorized لا نريد is owner، نريد أن يكتب is super admin. وإذا كان ليس authorized سيرسل له response، غير ذلك أريد delete from users وهنا users هنا user ID وهنا delete else، هنالك خطأ وreturn خطأ وreturn كل شيء كما هو. انتهينا. فإذا الآن لنرى هذا super admin، إذا أردت أن أحذف هذا اليوزر delete، لاحظوا أن undefined variable article in طبعا تم الحذف، لكن السطر رقم 209 is super admin article ID، لا الآن لا نحتاج هذا فعليا. فإذا الآن يفترض أن يتم حذف هذا الشخص وبالفعل تم حذفه. يوجد الكثير من الأشياء على فكرة التي يمكن أن سيناريوهات يمكن أن تحدث عندما في مثل هذه الحالات. يعني دعوني أقوم بإضافة سيناريوهات. من سيناريوهات أن يقوم الشخص بحذف نفسه مثلا، كيف يمكن أن أمنع هذا؟ الشخص المسجل الدخول يحذف حسابه، فيجب أن لا يتم حذف حساب السوبر أدمن، فيمكن أن أمنع حساب السوبر أدمن من الحذف. فبالتالي هنا من السوبر أدمن، دعوني أرى هذا الموضوع. فأنا جلبت الـ ID
من هنا أيضا السوبر أدمن لو ذهبنا إلى you tells هو is authorized super admin ها هو من السوبر أدمن أعيد اليوزر فبالتالي هنا يمكن أن أكتب شيء جديد هنا أن أكتب you cannot delete super admin فبالتالي هنا سأقوم بنسخ هذا نفسه وأكرره هنا لكن الشيء الذي سأكتبه أن super user الذي هو authorized data لاحظوا هذه data اليوزر فهنا سأكتب إذا كان اليوزر اي دي الذي جاء من الرابط جيد يساوي السوبر ادمن اي دي سوبر يوزر اي دي فأنا فعليا سأرسل 403 لا أعرف 403 forbidden ربما ليس forbidden هي أو 401 not authorized ربما لا أعرف سأكتب لكن المسج هنا أن you cannot delete super admin you cannot delete your own record جيد فإذا الآن لو نعود إلى هنا السوبر أدمن هو رقمه 8 لنجرب فإذا 8 delete error you cannot delete your own record فإذا هنا أنا منعت السوبر أدمن من حذف الريكورد الخاص به سنذهب إلى API وسنقوم بإنشاء API جديد يعني نقطة جديدة اسمها reset password أو يفترض أن تكون change password صحيح لأن change password يعني هي الأصح أننا نريد تغيير كلمة المرور وليس إعادة ضبطها أريد أن أجلب أشياء فعليا ربما نفسها موجودة بالarticles فإذن هذه نفسها أريد أن أجلبها من الarticles فبتأكيد أريد الـ database connection أريد أيضا الـ validator والsanitizer التي سأضيفها وأيضا موضوع الـ is authorized بالتأكيد لأن الشخص الذي سيغير كلمة المرور يجب أن يكون صاحب الحساب ويجب أن يكون مسجل الدخول أيضا أيضا هنا سنأخذ الميثود ما هي الميثود التي يقوم بها الشخص وبالتأكيد نحن سنقبل كلمة سنقبل الميثود التي هي بوست سنقبل فقط بوست جيد فإذا كانت الميثود هي بوست فإذا هنا سنقوم بما نريد أن نقوم به غير ذلك سأكتب else طبعا else هنا أن بكل بساطة سنرسل شيء يعني اعتدنا على إرساله HTTP response code 405 و 405 يعني كلمة المرور عفوا 405 يعني الميثود HTTP method not allowed يعني غير مسموح لهذه الميثود إذا لم تكن post سنقوم بجيسون انكود لماذا لهذه الاري فإذا بداية سنرسل status ستكون error طبعا الشخص الذي تابع معي منذ بداية هذا الموضوع فهو اعتاد على هذا النسق invalid request method و الداتا لا يوجد داتا اكيد نال والايرور سنرسل ايضا كود مجددا معلومات اضافيه عن هذا الايرور 405 يعني هذا ال HTTP ايرور الخاص بهذا الموضوع والمسج سنكتب مسج مفصله ان only post request are accepted for changing the password the user password جيد فقط وانتهينا تأكيد نسيت سيمي كولون وانتهينا فإذا هذه هي القصة فإذا لم تكن بوست سيرسل شيء آخر يمكننا إعادة تجريب ذلك هنا فإذا مثلا أرسلت اسم النقطة change password وإذا قمت بجيت يفترض أن يظهر لي error لاحظوا أن invalid method لكن مجرد أن أكتب بوست لن يعيد لي أي شيء هنا طبعا الافتراضي اوكي سيرسل اوكي انا لم ارسل اوكي لكن الافتراضي اوكي او 200 وبالتالي يعني لا يوجد اي مشكله لكن لم يظهر ريسبونس لانني فعليا لم ارسل ريسبونس يعني هنا لا يوجد ريسبونس فكما اتفقنا ان في السؤال الاول بهذا الموضوع نريد ان نسال هل الشخص لوجن و
هل هو، فبدنا بداية دعونا نسأل السؤال هل هو لوجن، فبدنا is the user authorized أو logged in، جيد. فيمكن أن نسأل من خلال is authorized التي أنشأناها فقط سابق، ويمكننا أن نستعين بهذا التي كتبتها بالarticles نسخ لصق يعني، فسأنسخها هنا. فلاحظوا هنا جلبت is authorized، هذه اليوتيليتي قمت بإنشائها وقت سابق، فإذا كان not authorized فسيرسل له أنك لست authorized وانتهينا. فبالتالي هذه المسج يفترض أن تصلني هنا، فذن send، فذن لاحظوا 401 not authorized، وهذا لماذا؟ لأن لا يوجد authorization code، لأن يفترض أن أرسل هنا authorization code، لم أرسل أي code، بالتالي أنا لست authorized. authorized يعني لدي صلاحية أو مخول بهذا الموضوع. طبعا هذا بالنسبة لهذه ال if statement. الآن أدناها هنا هكذا، هنا سأقول أن the user is logged in، جيد جدا، هو logged in. إذا كان هو logged in فهنا سأباشر بtry وcatch. الغرض من هذه try and catch أو try catch، صحيح، طبعا هي نفسها هنالك. الآن سأخبركم شيء، أن try and catch هي نفسها بجافا سكريبت أصلا، لكن يختلف قليلا كيف استخدامها. بجافا سكريبت نكتب هكذا للحصول على الايرور، ب PHP نكتب هكذا exception error. وأيضا يوجد موضوع للتصحيحه ب is authorized utility، عندما يأتي الخطأ سنقوم بتصحيحه، خاص بموضوع ال exception ب try and catch. هنالك مشكلة لم أنتبه إليها فقط سابق، سأنبهكم إليها عندما نصل إليها. فإذا هذا نكتب هنا try and catch، فإذا كان هنالك لدينا خطأ هنا فنريد أن نرسل HTTP. إذا كان هنالك خطأ بتنفيذ التعليمات التي سنكتبها هنا، أو كان هنالك exception فسيتم ملاحقة الاكسبشن هنا، فبالتالي هنا سأرسل HTTP response code 500. نحن اتفقنا أن خطأ 500 هو خطأ خاص بالسيرفر، فنحن نقول أن شيء حدث من جهة السيرفر نحن لا نعرف ما هو، بالتالي سأنسخ هذا الكود هنا، سأرسل هذه response وسأكتب أن server error والخطأ 500. وفعليا بدلا من هذه المسج الجميلة، عفوا، يمكن بكل بساطة أن أرسل الإيرور الذي التقى، لكن هذا الإيرور سيكون أوبجكت، فالأفضل أن نكتب هذه النقطة، يجب أن نكتب get message. بالنسبة للإكسبشن نحصل عليها من get message. أعتقد لا يوجد هكذا جيد. نرتب ولنرى نتيجة الترتيب، ها هو. فإذا كان هنالك خطأ فنحن نريد فعليا أن نعرض مسج هذا الخطأ، فدعوني أصحح الخطأ ب is authorized، كون يعني الآن تحدثت عن موضوع get message. فإذا ذهبت إلى هذه اليوتيليتي is authorized هنا و ب verify token، لاحظوا أنا مع كل خطأ هنا حدث أرسلت a return، لكن يمكن أن أقوم بشيء أفضل من هذا، أن بكل بساطة أن أرسل بدلا من خطأ ب return هكذا، بكل بساطة يمكن أن أقوم ب throw new exception، أقوم بإرسال exception، وهذا exception مثلا هذا اسمه token expired، طبعا لا أنسى semicolon. وهنا أيضا بالreturn الثانية هذه valid، لا أريد أن أقوم بشيء، لكن هذه ليست valid، وبالتالي هنا بدلا من الreturn سأكتب هنا throw exception token not valid. وبالexception الأخير سأرسل، طبعا هل هنالك exception هنا آخر أو token not valid هنا، عفوا، هنا الرسالة ليس أن token not valid، الرسالة هنا أن اليوزر does not exist، لأن عندما إذا لم يكن هنالك قيود يعني اليوزر not exist، فهنا الرسالة يجب أن تكون أن نقول user not found in the database، جيد. وبالنهاية هنا عندما نقوم نحن فعليا بالتقاط كل الاكسبشنز من خلال exception catch، لاحظوا أنا قمت بthrow new exception هنا، وفي الأعلى أيضا يعني قمت
إضافة exception بنفسي، يعني قمت بإضافة خطأ بنفسي، والآن هنا أريد أن أقوم بالتقاط هذا، وإذا حدث أي exception في الأعلى أو أي exception يشابهه، فبالتالي هنا سنقوم بمسج، وهذه المسج ستكون كالتالي: أن token not valid، سأقوم بإضافة colon هكذا وفراغ وثم نقطة هكذا، وأريد هذا الايرور فعليا، رسالة هذا الايرور. إذا هذا هو الشيء، نحن كنا نكتب للأسف كنا نكتب شيء، نكتب هنا error message، لا الصحيح أن نكتب error get message، هذا الخطأ الذي أردت تصحيحه. فإذا سأغلق هذا، هذا فقط الشيء الذي أردت تغييره هنا، ونعود لقصتنا. فإذا كان فعليا الشخص authorized، فسنبدأ هنا بالتحقق من الأمور. بداية نريد أن نجلب الداتا من هذا الشخص، فذا get user data، وسأعتني بكتابة هذه الجملة، لأن دائما ما يكون هنالك خطأ من كتابتي لهذه الجملة تحديدا. فذا أنا فعليا، لاحظوا، إذا جلبت ال contents الخاصة ب PHP input، جيد، هذه ال contents ستأتيني بصيغة JSON، فأنا فعليا أريد أن أقوم بديكود لها، فسأكتب JSON decode وأضع هذا في النهاية، وأريد الحصول على array من النتيجة، فسأكتب هنا true. فإذا هذه هي الداتا. فالآن دعونا نختبر الموضوع، فأنا فقط سأكتب هنا print r data، هل يوجد خطأ؟ لا. فإذا هنا يجب بداية أن أقوم بتسجيل الدخول، فسأقوم بإنشاء request آخر، و هذا الريكوست سنسميه مثلا لوجن as user، وسأجلب هذا الرابط، وهنا اسم النقطة لوجن، جيد، لكن أي شخص سأقوم بلوجن له، لنرى، نذهب قاعة البيانات و users، إذا لدينا admin، دعونا ننشئ حساب جديد مثلا، أو دعونا نسجل كعلي. أنا فعليا لا أريد تغيير كلمة علي، يعني هل أريد إنشاء شخص آخر كعلي، فكوبي، فهنا سأسمي هذا تيست، واسمه تيست، واسمه الأخير تيست، وهو أيضا مؤلف، وكلمة مروره نفس كلمة علي، 2 2 2. فإذا الآن يفترض أن لدي تيست، فإذا الآن سأقوم بلوجن ك تيست. فإذا هنا الإيميل عبارة عن test at mail.com، وكلمة المرور password 2 2 2 2 2، ولوجن send. يعني هنالك خطأ، سيقول الميثود غير مقبولة، لأن الميثود يجب أن تكون post. تلاحظوا أهمية أن اعتنائنا الكبير كان بالـ API، كان مهم جدا، فبحيث يوجهنا عندما نقوم بخطأ، يوجهنا، يقول لنا لا هذا غير مقبول، هذا مقبول. وأنت كالمستخدم العادي يحتاج مثل هذا التوجيه، فإذا كنت أنت تحتاج التوجيه، فالمستخدم العادي يحتاج التوجيه، وبالتالي يجب أن توضح له. فإذا هذا هو التوكن. قبل أن أقوم بهذا التوكن، طبعا هو سيقول أنه إذا لم أضف التوكن لست مخول، دعوني أقوم ببيرر توكن وأضيفه هنا، والآن send. فإذا لا يوجد شيء، لا يوجد response. الآن أريد أن أقوم بمثلا كتابة هنا، دعوني أخذ نفس معلومات الدخول هنا وأضعها هنا. طبعا نسيت أن أسمي هذه النقطة، هذه النقطة اسمها change password for a user، أو دعوني أقول change password change test password by test، وأنا أعتني بهذه التسميات لأنني الآن سأقوم بشيء آخر، سنقوم بتغيير كلمة المرور ليس كتست، ونريد أن نرى كيف يحدث ذلك. فإذا الآن send. فإذا لاحظوا يأخذ هذه الداتا بشكل صحيح، فإذا email test وباسورد إلى آخره، فإذا ممتاز. الآن النقطة الثانية، طالما جاءتني الداتا يجب أن أفكر، طبعا في حالة أن لا يوجد داتا هنا، على فكرة يجب أن تكون هنالك نقطة، أن إذا كان لا يوجد داتا فيجب أن نقوم بشيء ما، لكن فعليا هي نقطة، هي أصلا فكرة الفاليديشن والسينيتايزر أو الفاليديشن تحديدا. على أي حال الآن API سينيتايزر
سنقوم ب sanitize change password. الآن سأنشئ علم أنشئها وسأدخل لها الداتا وسأكرر هذا، لكن هنا سنحصل على errors وسنكتب API validator وهنا validate change password. الآن سأنشئها أيضا. طبعا في حالة أن هنالك error يجب أن ألتقط هذه الإيرور، فبالتالي سأذهب إلى من هنا من article، سأقوم بنسخ لصق لأننا استخدمناها من قبل، أريد إعادة كتابتها. فإذا هذه هي، فإذا كانت ال error ليست empty فأرسل لي validation error. لاحظوا كم مرة أنا أتحقق من المواضيع. جيد. فإذا الآن لننشئ السانيتايزر والفاليديتر. فإذا هنا بالنسبة للسانيتايزر نفسه لا مشكلة به، أنا فقط سأغير الاسم. وربما مرة أخرى أنا أجبت عن هذا التساؤل في الفيديو السابق، أنا لماذا أكتبها مرتين إذا كانت هي نفسها؟ والجواب أن الآن هي نفسها لأننا نتعامل بهذه نتدرب ونقوم بأشياء بسيطة مبسطة جدا، لكن لاحقا ربما أنت مثلا بميثود change password تريد أن تقوم بسينيتايز طريقة معينة، سينيتايز فيلد معين، فبالتالي ستذهب لفانكشن سينيتايز change password، لن تذهب لكل الفانكشنز. جيد. فهذه أي تغيير على هذه الفانكشن سيؤثر على مكان واحد، لن يؤثر على كل الأماكن، وهذا هو السبب بالرغم أنها هي نفسها أنا جزأتها أكثر من مرة، لأن الآن هي نفسها لكن غدا لن تكون نفسها، ستضيف إليها أشياء حسب الحالة التي لدي. طبعا أنا سأذهب إلى الفاليديتر، وبالنسبة للفاليديتر نفس القصة، يعني لا يوجد فرق، أن بالنهاية أنت تريد أن تقوم بإنشاء سكيما. طبعا اليوم مهام اليوم هي تقريبا 3 مهام، هذه المهمة الأولى، عندما ننتهي منها نستريح ثم نأخذ مهمة ثانية. إذا هذه هي سأنسخها validate user. جيد. وسألصقها بالنهاية validate user، لكن الآن ليس validate user، الآن validate change password. سنأخذ معلوماته data، لا نريد إدت، لا يهمنا هذا الموضوع. السكيما الإيميل required type email password، فعليا ليس اسمها password، سيكون اسمها ماذا نسميها، لن يكون اسمها password، نريد أن نسميها current password، الكلمة الحالية. required true و 30-50 لا مشكلة، وسأكررها و new password، فقط كلمة قديمة، كلمة حالية وكلمة جديدة، وسأمسح الباقي. فإذا هذه هي السكيما للـ change password لدينا. email طبعا الايميل required، سأمسح هذا true، ما المشكلة true. فإذا true current password true required ونيو باسورد true. فإذا الايرورز الآن ليس سنتناقش مع required فقط، فإذا true user هنا ليس user، هي data، أو نتركها يوزر، أن اليوزر يأخذ هذا، فإذن أو نتركها داتا، نغيرها داتا، لا مشكلة. إذن داتا، هذه المين لينث داتا، هذه الماكس لينث داتا، فاليديت تايب الإيميل، نعم نريد فاليديت الإيميل، وهنا أيضا لدينا داتا، وهنا داتا، وفقط. طبعا لا أريد فاليديت الإنام، بالتالي سأحذفها. جيد. فإذا مرة أخرى أريد تأكد من هذه الميثود، فإذا لدي هنا data، أتأكد أكثر من مرة، هل يوجد users؟ نعم هذه user يجب أن تكون data، وهنا data، إذا أعتقد صحيح، إذا كان هنالك خطأ سيظهر لنا هنا. فإذا هنا بخصوص دعوني أعود change password، هل بقيت print screen؟ لا. جيد. فإذا هنا لاحظوا أنا وضعت الإيميل، وضعت password، فإذا send، لاحظوا error validation error current password required new password required. ماذا لو لم أدخل الإيميل وsend؟ لاحظوا الإيميل required والcurrent password required والnew password required، بالتالي يجب أن ندخل هذه الأشياء. فإذا الإيميل هو test، فإذا الآن سأدخل current password 2،
سيقول لي تحتاج النيو باسورد. تعالي هنا سأكررها، هي نيو باسورد وسنت. يفترض أن لا يوجد خطأ. أوكي ممتاز. فإذن نعد لقصتنا، وقصتنا هي أن جيد جدا بعد أن انتهينا من موضوع الفاليديشن، ما الشيء المطلوب الآن؟ الشيء المطلوب بكل بساطة أن نريد أن نتأكد، فإذن الآن التأكد إذا كان الإيميل data email الذي زوده الشخص يعني هو نفسه اللوجند يوزر ايميل. إذا كان نفسه فهو يغير الباسورد خاصة به، إذا لم يكن نفسه فهذا يعني أنه يغير الباسورد خاصة بشخص آخر، أكيد غير مسموح. فإذا أريد أن أجلب اللوجند يوزر يمكن أن أجلبها من authorize، لأن authorize تحمل معها الداتا، وهنا يمكن أن أستخدمها. فأين ذهبنا؟ إذن هنا ب logged in user يساوي authorize data وسأنسخها مرتين، و logged in user email هي نفسها logged in user email. إذن هذا هو إيميله. فالآن أريد أن أتأكد، طبعا يجب بداية أن يعني أصبحت الآن لدي data، لكن يمكن أن أقوم بإكستراكت لها، يعني أكتب هنا إكستراكت data حتى يكون لدي هنا email current password و current password و new password. فإذا نكمل، فإذا كان هنا لدينا logged in user email لا يساوي الإيميل، جيد، ف هذا يعني أن اليوزر بكل بساطة لا يحق له أن يقوم بالتعديل. فسأجلب رسالة الـ not authorized من الأعلى هنا نفسها وأضعها هنا. إذن سهل جدا، لست مخول، والمسج هنا أن بكل بساطة you cannot change other users password، أكيد يعني فقط هذه هي. إذن لنجربها بداية هذه النقطة login as user، سأكتب login as test وسأكررها، لكن الآن سأكتب login as علي، وها هو علي، وفقط سأقوم بالتسجيل كعلي الآن وسأنسخ التوكن الخاص بعلي. هذه النقطة هنا نقطة change test password by test، سأغيرها change test password by علي، وهنا بالبيرر توكن أكتب التوكن الخاص بعلي، وهنا سأقوم بتغيير كلمة مرور تيست باسم علي. فإذن لنرى، فإذن صحيح غير مخول الدخول، ويقول لك أنك أنت لا يمكنك أن تغير الباسورد لشخص آخر، أنت فقط تغير الباسورد لنفسك. فإذن ممتاز، فإذن انتهينا من هذه النقطة. الآن النقطة التي تليها بـ change password، النقطة التي تليها هي أن نريد الآن أن نتأكد هل الـ current password التي أدخلتها صحيحة. فإذن make sure that current password is correct، إذا كانت صحيحة يعني أن يمكن أن نباشر بعملية تغيير كلمة المرور. لاحظوا هذه الخطوات، هذه الخطوات التي كلها تأكيدية، كلها تأكيدية. فموضوع أن تغير كلمة المرور سهل جدا، بثواني أغير كلمة المرور، لكن حتى أغير كلمة المرور سأتخذ خطوات تأكيدية. فإذن الآن select from next users where، طبعا الآن أصبح لي الإيميل الذي أدخله الشخص، وأصلا هو نفسه الإيميل المسجل الدخول لأني تأكدت من مساواته، يساوي إيميل، الإيميل المزود هو نفسه كما قلت. الآن سأقوم بطلب لقاعة البيانات، فإذن result سأكتب هنا connection query وهنا SQL query، وسنسأل if result عدد قيود result numbers يساوي 1، يعني هذا الشخص موجود فعليا، وهنا لدينا else. طبعا سأقوم بالتعامل مع ال else قبل، طبعا ال else أن سيكون هو عبارة عن فعليا ماذا تكون الـ else، إذا كان يعني إذا كان لا يوجد حقل بهذا الاسم فعليا يعني أن
هنالك هو يعني بالمنطق ربما شيء لا يمكن فعليا، لأننا تأكدنا من كلمة مروره لأنه قام بلوغان، فأكيد هو حسابه موجود، لولا حسابه لم يكن موجود لما وصل لهذه النقطة. لكن إذا حدث شيء ما ولم يصل لهذه النقطة أصلا، فسيكون هنالك خطأ معين. فما هو هذا الخطأ؟ طبعا هنا على فكرة كان يجب أن أرسل ريتيرن، هنا لم أرسل ريتيرن، فسأرسل خطأ. هذا الخطأ ماذا نسميه؟ خطأ 500 أو خطأ 400؟ نرسل خطأ 400 جينيريك، يعني مبدئي أن نكتب الخطأ أن record not found، ويمكن أن نرسل له مسج هنا نكتب your record أو the user the logged in user record not found in our database. وأكيد هنالك خطأ ما إذا وصل لهذه النقطة. لكن الآن نعد إلى موضوعنا أنه موجود فعليا. فإذا كان هذا الشخص موجود، فبالتالي ماذا سنفعل؟ سنأخذ اليوزر database user من الداتابيس، سنجلبه، والذي سيكون هو عبارة عن الريزلت وفيتش لهذا اليوزر. جيد. كلمة مروره أو db password هي ستكون db user password، عفوا. طيب الآن نريد أن نتأكد من كلمة مروره هل هي صحيحة، وسنتأكد أن الـ current password التي أدخلها هي نفسها كلمة المرور التي استنتجناها من قاعة البيانات. طبعا نحن هنا نقارن هاش بهاش لأن كلمة المرور مشفرة. طيب إذا كان هذا الشيء valid، أوكي ممتاز صحيح، شيء رائع أن كلمة المرور صحيحة. فإذا هنا سأكتب comment correct password، سأكتب reset password here، غير ذلك incorrect password. هنا سأرسل response. فهذه الريسبونس التي أريد إرسالها فعليا أن أريد أن أقول له أن الكلمة غير صحيحة بكل بساطة. فدعوني أنسخ شيء من هنا. فدعني يمكن أيضا أن أرسل له generic 400، يعني خطأ من الكلاينت. وهنا سأكتب هو فعلا خطأ من الكلاينت لأنه لم يدخل كلمة المرور صحيحة، then incorrect fields. وهنا عفوا، وهنا الخطأ the current password field value is incorrect. طيب الآن نعود لموضوعنا، إذا كانت correct ماذا سنفعل؟ كما تلاحظون أن كل هذا أكرر، كل هذه خطوات تأكيدية، ولم نصل لجوهر الموضوع بعد الذي هو تغيير كلمة المرور. فإذا أنا كتبت هنا reset هي فعليا تغيير change. طيب فإذا أول شيء سأقوم به هو hash the new password، صحيح؟ كيف أقوم بهاش لها؟ فبكل بساطة سأكتب hash new password، وهنا سأكتب password underscore hash، وأنا سأقوم بهاش لل new password، وسأستخدم password الطريقة العادية الافتراضية default. أصبحت لدي password. الآن سأرسل طلب update للداتابيس، فلن send update request to the database. أوكي فبداية سأكتب الأمر، فإذا update query الذي هو سيكون update next users اسم الجدول، set التي ستكون لدينا أن نريد أن نجعل حقل الباسورد يساوي الهاش نيو باسورد، هاش نيو باسورد. طبعا لم نكتفي بعد، لم ننتهي بعد، وير أي لأي حقل أنت تتحدثين؟ لإيميل الشخص الذي يساوي إيميل الشخص المدخل، واضح؟ فإذا هذا هو الأبديت كويري الآن سأقوم به فعليا. سأكتب هنا if connection query، سأقوم بالكويري فعليا الذي هو update query. إذا كانت نتيجته يساوي true ففعلا حدث الأبديت، غير ذلك سأرسل خطأ أن حدث خطأ خاص ب، سأنسخ هذا الخطأ، حدث خطأ على جهة السيرفر خاص ب SQL، وبالتالي هنا سأرسل خطأ أن الخطأ هنا سيكون SQL error، وبالتالي سيكون هنا SQL error أو database error، واسم الخطأ رقم 500
والمسج هي error on the database side، وال error هو connection error. صحيح connection error، هل هي هذه الطريقة التي نأخذ فيها ال error؟ نعم. طيب جيد، لكن ماذا لو فعلا أن تم الموضوع ونجح؟ فبكل بساطة إذا تم الموضوع ونجح يعني كل شيء تمام، لا أحتاج أن أقوم بشيء، أنا فعلا قمت بالأبديت. فإذا إذا كان الكويري صحيح، فإذا هنا سأكتب أن password has been updated، وبالتالي هنا سنرسل 200، وهنا لدينا نجاح، والمسج أن password has been changed، ولا يوجد لدينا error، فالerror not و return، فإذا انتهينا. فإذا الآن لنرى إذا كان هنالك أخطاء وكيف سنقوم بالشيء. فإذا إذا علي حاول تغيير كلمة المرور هنا لتست لن يحدث ذلك. ماذا لو تست أراد تغيير كلمة المرور له؟ بداية أنا أريد أن أدخل كلمة مرور خاطئة حالية لتست، وهي مثلا هكذا شيء آخر غير صحيح. إذا لنرى bad request سيقول أن كلمة المرور غير صحيحة. طيب ماذا لو أدخلت كلمة المرور صحيحة وغيرت كلمة المرور لي 333 ونجاح، وهنالك يقول password has been changed، لكن هنالك خطأ هنا warning أن الهاش new password في السطر أي سطر 79. فإذا لنرى، فإذا update hash new password نعم، لأنني كتبتها خطأ. و للأسف الآن الشيء الذي سيحدث أن كلمة مرور تيست تغيرت، فدعوني سأقوم بالأمر مرة أخرى، سيعطيني خطأ إذا قمت به مرة ثانية لأن كلمة مرور تغيرت لشيء مختلف. فإذا send، فإذا error أن الفاليو، سأغيرها من قاعدة البيانات. كلمة مرور تيست هي فعلا كانت نفسها لعلي 2 2 2، وبالتالي الآن سأغير كلمة مرور تيست من 2 2 2 ل 3 3. فإذا نرى نتيجة نجاح، تم تغيير كلمة المرور، ممتاز. طيب كيف أعرف أن تم تغيير كلمة المرور؟ فإذا سأقوم بـ new request هنا، لكن هذا سأسمي login as test with new password. فإذا تم login صحيح فيعني أنا إجراءاتي كانت صحيحة. فإذا الآن سأسجل كتست لكن with a new password التي هي 3 3. فإذا send ونجاح، ممتاز. وهذا هو التوكن، وانتهينا من change password. سنذهب إلى ال API. فإذا الآن سنقوم ب change email. فإذا لنبدأ بهذه النقطة، فإذا سنقوم بإنشاء change email. بكل بساطة سنذهب وننشئها changeemail.php. هذه النقطة ستشابه change password لكنها يعني أسهل. فإذا هنا سأخذ كل شيء من change password وأضعه هنا. فعليا يمكن بالنسبة لنذهب للvalidator مباشرة وننشئ الvalidator للchange email. وفكرة الvalidator ليس فكرة أن أيضا نتأكد من الأشياء، ولكن أيضا لنعرف سكيما الطلبات التي لدينا، يعطينا فكرة أن نفكر بهذه الطريقة، بطريقة أن ما هو هذا الطلب، ما هو الشيء الذي سيأتينا من هذا الطلب، وكيف سنتعامل معه، أو ما الشيء المطلوب منه. فبالسكيما فنحن نحدد أننا نريد هذا الحقل، ونريد هذا الحقل، ونريد أن يكون بهذه الصورة. إذن هذه الفكرة أكثر من يعني الفاليديتر مهم، لكن يعني أنا أعتقد يعني أضيف أن السكيما أيضا مهمة وتعطي توضيح أكثر لنا للتعامل مع الطلبات. فإذا بالنسبة لـ change email، ما الشيء المطلوب عندما يطلب الشخص أن يغير إيميله؟ فعادة بكل المواقع تجدون يطلبون إيميله الأساسي، يطلبون الباسورد، ليس الكرنت لكن الباسورد التي لديه، طبعا الحالية هي، لكن لا يوجد new password. والموضوع الثاني يطلبون إيميله الجديد. وطبعا كما تعرفون أن بالمواقع من الأشياء الذي يقومون بها أنهم يطلبون طلب تأكيد للشخص، يعني مثلا يريد تغيير إيميله يرسلون إيميل للإيميل الجديد، أكد أن هذا إيميلك. هذا الشيء لن نقوم به، لأن بكل بساطة كما قلت في البداية أن ليس لدينا خاصية إيميلات وإرسال رسائل وهذا الموضوع، وبالتالي لن أقوم بهذا الشيء. ففقط تريد أن تغير إيميلك، ادخل إيميلك الحالي، كلمة مرورك، والإيميل الجديد، وانتهينا.
كل شيء سيبقى كما هو، سيرى ما هو required. طبعا كل شيء required، كل شيء required، والإيميل تايب إيميل ونيو إيميل تايب إيميل، سيتأكد من هذه المواضيع وفقط. إذا انتهى، هذا هو الفاليديتر. الآن بالنسبة للسانيتايزر، دعونا نقوم بإنشاء السانيتايزر لتشينج إيميل. إذا نفس القصة، سأنسخه وضع هنا نفس القصة لا شيء، فإذا هنا فقط تشينج إيميل. هذا ربما كما قلت أكرر نفسي، يمكن أن تستخدمه لاحقا. دعوني أغلق لأن لا نحتاج فعلا هذه الأمور. يمكن أنت يعني تقوم بالتعديل على السانيتايزر لوحدك. فإذا الميثود التي سنقبلها هي ميثود ال، طبعا هنا ليس post an article، هي post a change email request. وأعتقد أنا أخطأت بال change password، هنا كتبت ربما هكذا، لا هي هنا post a change password request. سأغلق هذا، والآن هنا إذا كانت الميثود post سيقبلها، غير ذلك لا. فإذا ممتاز. وإذا كانت post سيتأكد أن الشخص authorized، صحيح ممتاز. الشخص logged in سيأخذ الداتا التي لديه، سيقوم لها بsanitize وvalidate. إذا كان هنالك error سيسترجع error، سيأخذ الداتا، وهنا الداتا ستكون عبارة عن email password ونيو email، هذه هي الداتا. فإذا كان الشخص نريد أن نتأكد أنه يغير إيميله ولا يغير إيميل شخص آخر، فإذا هذا شيء صحيح. وهنا الرسالة you cannot change users emails وفقط. طبعا make sure أن الباسورد صحيحة، أكيد سنتأكد الباسورد صحيحة. فإذا كانت صحيحة هنا سيأتي موضوع تغيير الإيميل. إذا لم تكن صحيحة فسنرسل طلب أن هنالك غير صحيحة. هنا سنرسل أن الباسورد أو the provided، هنا سنكتب provided password is not is incorrect. بالنسبة لموضوع إذا كانت الباسورد التي أدخلها الشخص صحيحة، فإذا ممتاز، فإذا هي correct password. لا نحتاج أن نقوم بحاش للنيو باسورد، لا يوجد نيو باسورد. سنقوم بأبديت ريكويست، لكن ما الشيء الذي سنقوم بأبديت له؟ سنقوم بأبديت الإيميل الذي سيساوي بدل هاش نيو باسورد سيساوي نيو إيميل، وير إيميل يساوي كذا. ربما أنت تقول ما هذا، ربما يعني أن يكون أن أغير الإيميل للشخص الإيميل هو كذا، صحيح ليس خطأ، لكن ربما تقول لماذا لا أستعين مثلا user ID من الـ database مثلا، ربما then database user، وهنا تأخذ الـ ID له، وهنا تقول أن غير الإيميل للشخص للـ record الـ ID له يساوي user يساوي database user ID، الاثنين صحيح يعني. وهنا إذا كان الأبديت صحيح فستكتب أن email has been changed، وغير ذلك سترسل خطأ. إذا انتهينا، إذا هذا هو القصة. الآن للتجريب، فبداية نحن قمنا بتسجيل الدخول هنا كتست، إذا هذا هو التوكن الخاص به. فبداية كون هذا علي، دعوني أقوم بنسخ علي، أنا هذه النقطة، أنسخ هذه النقطة، فإذا duplicate، سأسميها change test email by علي. دعونا نجرب أن نغير كلمة، نغير الإيميل بواسطة علي لتست، يعني الشخص لا يملك الإيميل، نريد أن نغير له الإيميل، فإذا change email. فإذا الإيميل سنغير إيميل تست، سنعطيه الباسورد، دعوني أمسح هذا ليس جميل شكله، هكذا. فإذا هنا الباسورد ستكون عبارة عن ثلاثة 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 كلمة مرور جديدة لتست، ونيو إيميل سيكون عبارة عن تست واحد مثلا @mail.com. فإذا هل هذا صحيح؟ فإذا at، فإذا send، فإذا هنالك خطأ. ما الخطأ؟ يقول validation error field current password is required field new password is required. لماذا؟ لماذا؟ نعم تعرفون لماذا؟ لأنني أنا لم أغير هنا بالvalidator والsanitizer، لم أغير الاسم، هذا هو المشكلة. فإذا هنا أين السانيتايزر؟ فإذا هنا يجب أن أكتب change email وهنا email هكذا. فإذا نكرر، فإذا send، فإذا لاحظوا unauthorized you cannot change test emails، أكيد
هو ليس إيميله، كيف تريد أن تغيره؟ فإذا الآن سيحاول تيست أن يغير إيميله، فبالتالي هنا سأنسخ هذا جيد كوبي، وسأقوم بدوبليكيت لهذا الطلب، أو ليس لوجن، نحن نريد هذه النقطة، سأقوم ب عفوا هذه النقطة، أريد لماذا هذا؟ فإذا الآن change test email، عفوا هل هذا يتم التغيير هكذا؟ إذا copy، لا ليس هذا، لا أعرف، هو change test email، وهذا هو هذه نقطة فقط، لا مشكلة، لا أحتاج النقطة القديمة، إذا change email، وهنا سأزود المعلومات الإيميل، فإذا الآن تيست يحاول أن يغير معلوماته ويحاول أن يغيرها لتيست واحد. طبعا أريد أن أؤكد أن بقاعدة البيانات ما زال تيست واحد، تيست بدون واحد. إذا الآن سنغير سند، إذا الآن هنالك أخطاء، فإذا لاحظوا ما الخطأ، الخطأ يقول بالسطر، بالسطر رقم، أي رقم، أي رقم، نعم عندما قمنا بتأكد كلمة المرور، هذه أغراض النسخ واللصق، لأنني نسخت ولصقت دون أن أنتبه للأمور. إذا هذا ليس current password، هذه هي password فقط. وهل يوجد شيء آخر؟ فإذا الآن سيتم عرضه علينا، فإذا هنا incorrect، ال provided password ليست صحيحة، هي كانت 3-3 ولا 2-2، لا أذكر حقيقة، أم بقيت 2-2 عندما قمنا بتغييرها. دعوني أقوم بنسخ كلمة علي هنا مجددا، لأن إذا قالت كلمة المرور غير صحيحة يعني هنالك خطأ بالميثود، بكتابتنا، لاحظوا هنالك خطأ بكتابتنا كما توقعت، أن هو يعتبر أن كلمة المرور غير صحيحة. إذا دعونا نتأكد لماذا هي غير صحيحة، لأن مسحت أنا الدي بي باسورد من هنا، مسحتها، إذا هنا دي بي يوزر باسورد، وهنا باسورد، وهنا db user password، إذا هذا هو، إذا send يفترض صحيح، نعم صحيح، فالآن يفترض أن يكون test واحد، بالفعل test واحد، وانتهينا، قمنا بإنشاء خاصية لماذا؟ لإعادة تغيير كلمة، إعادة الإيميل، إعادة تعيين الإيميل أو تغيير الإيميل، قمنا بتغيير الإيميل للشخص من قبل الشخص نفسه، وقمنا بذلك بنجاح.